اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو في مشكلة وأنا بشرح، حصل في مثلا مشكلة في الصوت، حصل في أي مشكلة، يا ريت يعني يا إما نكتب في الشات يا إما نفتح المايك وتنبهوني إن في مشكلة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أرحب بكم في البورد أوف فارماسي براكتس، برحب بكم في الفارماكوثيرابي، وبقول لكم يعني أحب يعني أدي كده مقدمة إن الكونتنت بتاعة البورد فعلا يعني قيمة جدا، وأعتقد أي واحد فينا سواء شغال في مستشفى أو سواء شغال في أي مكان، there is no voice. دكتورة أسماء، there is no voice. Are you sure؟ استني كده، معقول؟ لا في صوت. دكتورة أسماء، هل تسمعينني؟ دكتورة أسماء، خشي بالمايك لو مش سامعاني. دكتورة إيمان كتبت حاجة. دكتورة إيمان سامعاني؟ الصوت بيقطع، الصوت بيقطع. It's okay، ماشي. طيب أتمنى إن الصوت يظبط معانا، إن شاء الله يظبط. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا هدي انترو كده. البورد بتاعنا الفارماكوثيرابي، البورد اوف فارماسي سبيشالتي الفارماكوثيرابي، هو بصراحة متعدد الموضوعات، يعني يشمل كل الاورجنز او الاورجن سيستم او كل اعضاء الجسم تقريبا، او كل الامراض اللي ممكن بصفة شاملة يعني. فهو بورد بصراحة دسم ومتنوع، واللي بيخلصه فعلا بيبقى عنده حصيلة أو كم غزير من المعلومات وكم غزير من البروفيشنال نوليدج، اللي هو لو ما طبقهاش أو لو ما استخدمهاش بتبتدي تضمر عنده أو يبتدي ينساها أو ما يحسش بالفايدة بتاعتها أو العائد بتاعها. لكن في الواقع اللي يعني ايده في الشغلانه، سواء حتى لو صيدلي في صيدليه، يقدر فعلا ان هو يحس بقيمه المنهج ده. ده غير طبعا الكواليفيكيشن او ان هو يبقى كواليفايد ان هو يشتغل كلينيكال فارماسيست او غيره، يعني غير الكواليفيكيشن اللي بيأهلك ليها البورد ده، انا بتكلم على كنوليدج فعلا تبقى انت واقف كده. لا في فرق فعلا، ان انا قبل ما اخد البورد كان شكلي عامل ازاي، وبعد ما خدت البورد اما بيجي لي بتسمع نفس الكيسز اللي حواليك ان شاء الله، حتى كيسز في بيتك، كيسز في اي مكان تشوفه ناس بتتكلم بتشرح الكيس بتاعتها، دكتور كاتب روشتة، على طول بتمسك الكيس بيحصل لك ايه، زي إيه يعني عارف انت اللي هو الترابط ما بين اللي انت قريته واللي المفروض يتعمل واللي مكتوب قدامك، على طول كده بتبقى عارف لا الدكتور ده كان المفروض يكتب كذا. يعني انا بصراحه يعني اظن او يعني اعتقد ان اللي بيتقن المعلومات اللي في البورد ده وبيحسن فهمها بيبقى مؤهل ان هو يبقى زي كونسلتنت للفيزيشن للدكتور فعلا، ان هو الفارماكوثيرابي والالجوريزم اللي ماشي بيه او الفيرست لاين تريتمنت والسكند لاين تريتمنت واللي المفروض يمشي عليه العيان ده فعلا، والواقع ايه واللي المفروض يمشي عليه ايه فعلا، بتبقى وفي ناس فعلا يعني حتى البورد بدأ يعملوا فيه سبيشالتيز سب سبيشالتي يعني تخصصات بقى، زي الكارديو زي الانفكشس ديزيزز، بدأ يعملوا بورد منفصل ليها، وده بيبقى مركز بقى يعني بعد ما تبقى عندك معلومات شاملة عن كل التخصصات اللي هو الفارماكوثيرابي، بتبتدي تتخصص في برانش معين. لو فور اكزامبل
كارديولوجي فور اكزامبل، انفكشس ديزيزز، تتخصص وبعد كده تلاقي نفسك يعني مور اند مور ادفانسد كونسلتنت في المجال ده. ان شاء الله هنشوف ده من خلال، حتى هنبتدي، انا يعني اتشرف ان انا اكون اول محاضر ليكم في البورد. بصراحه دكتور احمد ابو الهنا يعني هو مدير المركز اللي هو الاستشارات والتدريب، وهو اعتقد عقد معاكم زي انترفيو، وبصراحه انا حضرت الانترفيو بتاع بعض من الناس منكم، كان بصراحه انتوا كنتوا ناس هايلين، وانا بقول بصراحه يا ريتني كنت وانا صغير زيكم، يعني انتوا كنتوا ناس ممتازين، يعني طموحين، عندكم وعي وعندكم نوليدج، يعني مقارنة بينا واحنا صغيرين، لا ما شاء الله عليكم، يعني ربنا يبارك لكم، ويا ربي يعني ما فيش حاجة تعوق التقدم بتاعكم ده، ويعوق يعني يعوق طموحكم، ويعوق يعني ولا تخليكم يعني ايه تتوقفوا في المسيرة بتاعت الطموح بتاعكم، وتحققوا أحلامكم إن شاء الله وأحسن منها بإذن الله. النهاردة بإذن الله هنبتدي الإندوكراين شابتر في البورد. بالنسبة للإندوكراين هو عبارة عن تلتين، وتقريبا عبارة عن the management of diabetes mellitus. والمانجمنت اوف دايابيتس بصراحة هو متوسعين فيه في البورد، بس ده فعلا لما تيجي كده في الحياة في الواقع هتلاقي فعلا ان الموضوع ده يمس تقريبا كل بيت، يعني كل بيت هتلاقي فيه عم او خال او اب او ام او جد هتلاقي عنده دايابيتس، وهتلاقي بنسبة يعني انا اقول في مصر ممكن بنسبة 70 ل 80% الحالة مش كنترولد، مش ويل مانجد، مش متظبطة، في حاجة بايظة، في سكر يعني في سكر مش متظبط، في اعراض بيسميها complications أو مضاعفات المرض ده بتظهر على العيان بسبب ال weak management، المانجمنت ضعيف، وبالتالي على المدى السنين بيحصل الكومبليكيشنز بتاعت السكر اللي هنتعرف عليها، اللي احنا نعرف بعضها وهنتعرف عليها. فانت هتبقى ان شاء الله كونسلتنت صغير في ازاي ان انت تعمل مانجمنت اوف دايابيتس، تلاقي نفسك فعلا قاعد قادر تفيد اهلك وتفيد والدتك وتفيد اي حد يعني بعد الشر عننا كلنا يكون عنده مشكلة في السكر، تقدر تدي معلومات فعلا دقيقة ومعلومات وافية، وتقدر توصف باسماء الادوية باسماء الانسولينات وانواعها المختلفة وايه الفرق بينهم والدنيا ماشية ازاي، وانواع ادوية السكر المختلفة الكتير اللي نازلة، ايه الكلاسز بتاعتها والدوزز بتاعتها واعراضها الجانبية، وامتى تدي ده لحد من اهلي او حد من معارفي عنده مشكلة السكر، وامتى ما تدهوش، هل عنده مشكلة في الكبد، هل عنده مشكلة في الكدني، هبقى عارف بالظبط ايه الدواء المناسب ليه، يعني هرشح له بنسبة مثلا 95% او اكتر الدواء ده انسب ليك في ظروفك انت معايا. يعني في ناس بتبقى صحتها كويسه وصغيره والرينال بتاعها الفانكشن بتاعتها فيري فيري جود، ما عندوش اي مشاكل في الكبد وصحته كويسه، ده بديله ادويه معينه هي بتجيب معاه نتائج كويسه. اللي كبار في السن شويه وعندهم مشاكل في الكيدني انسفيشنسي او الرينال فانكشن كويسه بس اقل من الايه، من الناس اللي هي لسه يونج، فده ممكن لا ببتدي معاهم بادويه تانيه. بعض الأدوية بستبعدها تماما لأعراضها والأعراضها الجانبية، وبقى يعني بيبقى فرصة اختيار ليها ضعيفة جدا يعني، وبعضها السحب من السوق وبعضها رجع تاني، بيبقى فيه شوية يعني أنا مش عارف الكلمة دي هقولها صح ولا غلط، في شوية محسوبيات كده في الـ FDA حتى، يعني مش في مصر بس، مش الموضوع ده في مصر بس في أدوية ترايلز بتقول ان في اعراض جانبيه سيئه، وبعدين يقول لك عملنا ترايل تانية لا مش الريسك بتاعها اقل مش عالي قوي كده فممكن نستخدمها، بس لما يبقى في عندك بدائل كتير ما فيهاش الاعراض الجانبيه دي يبقى انت ممكن تستخدمها. عايزين هنشوف ان احنا خلال يعني دراستنا للشابتر ده هنشوف ان احنا مش بنعالج المرض، احنا بنعالج المريض، يعني الكلمة دي الناس المتخصصة في الكلينيكال دايما تأكدها على الطلبة وعلى الصيادلة وعلى الدكاترة، احنا بنعالج المريض مش بنعالج المرض.
لو انت عايز تعالج المرض تجيب له اجدد حاجه واقوى حاجه والميكانيزم بتاعها جديد وغاليه، وبتعالج المرض بقى انت هتمسك المرض هتفرتكه، بس وانت في سكتك لمعالجه المرض ممكن تطير العيان كليه، ممكن تطير تعمل له هارت فيلير، ممكن تعمل له هيباتوتوكسيستي، ممكن تطير حاجات كتير من العيان. فانت مش بتعالج المرض، انت بتعالج المريض، وبالتالي بتشوف حاجه انسب حاجه للمريض تقدر تخفف عنه او تمانج المرض بتاعه. بالنسبه للبرنسبل اوف دايابيتس مانجمنت هنبتدي بيها النهارده ان شاء الله على مدار محاضرتين تقريبا، وبعد كده هنبتدي في الثايرويد فانكشن، ايه مشاكل غده الثايرويد وايه مشاكل غدة البيتويتري، هناخد برضو ايه الادويه المستخدمه في الاوبيزيتي، يعني غير الدايت بقى ان انا اظبط الدايت لواحد عنده اوبيز، ايه الفارماكوثيرابي المستخدم وايه انواعها المختلفه وايه الافيكاسي بتاعتها ومدى قوتها في تنزيل الوزن. هناخد حاجه اسمها بوليسيستيك اوفري سندروم، الاربع حاجات دول ان شاء الله هناخدهم تقريبا برضو في محاضرتين تانيين، الدايبيتس لوحده هناخده في محاضرتين، وبقية الحاجات هناخدها برضو في حوالي محاضرتين، وإن شاء الله نكون كده بكده خلصنا الشابتر بتاع الإندوكراين. أتمنى يكون ممتع وتحس إن أنت مش بس إن أنت بتستفيد في البورد، لا إن أنت بتذاكر البورد وتأهل نفسك للامتحان، لا بتحس إن أنت فعلا قادر تقف في أي سيتويشن في أي مكان، في شغلك في أي مكان، في البيت في أي، حتى لو حد استشارك في أي مكان تقدر إن أنت تدي المعلومات تمام المظبوطة. يعني principles of diabetes management، طبعا كلنا عارفين إن حاجة زي السكر مرض يعني منتشر انتشار كبير جدا. طبعا السلايدز دي يعني خليط من السلايدز بتاعت البورد مع خليط من الفارم دي يعني في اساتذه كانوا محضرين سلايدز جميله جدا، من في سلايدز من هنا فيها من خلال البرزنتيشن دي فيها معلومات قيمه جدا بتفيدك از في البراكتس، مش بس ان انت جاست انفورميشن وتطبقها وتحفظها، لا في البراكتس هتفيدك جدا. اللهم صل على النبي. بالنسبة لانتشار مرض زي السكر، طبعا في إحصائيات دقيقة بتبقى في أمريكا، بتبقى الإحصائيات بتاعتهم أدق شوية، فلغاية تاريخ السلايد دي قديمة شوية عندي معلش، هو دلوقتي وصلوا الناس اللي عندهم دايابيتس طبعا في يو اس حوالي 30 مليون مش 20 مليون، وفي حوالي اكتر من ال 30 مليون دول حوالي 8 مليون. طبعا الصفحه دي مجرد ان انت ايه تحس بخطوره الموقف، او مش بخطورته باهميته واهميه دراسته، يعني دايما ما نيجي ندرس حاجه نشوف اهميتها، يعني ممكن يبقى في شابتر على مرض مثلا فرصه حدوثه واحد في الالف او واحد في ال 10,000، فمرض نادر فانت بتدرس فيه بتبذل مجهود بس العائد عليه يعني طبعا بنهتم بكل المرضى، بس اما يكون مرض بهذا الشكل اللي هو نسبة المصابين بيه تتعدى 10% في بعض الدول وتتعدى اكتر من 10% ممكن توصل ل 20%، يعني ممكن ربع الشعب عنده سكر، لا يبقى ده محتاج وقفة. بالاضافة الى ان في حوالي ملايين تانيين غير ال 30 مليون دول عندهم سكر ولسه ما تشخصوش، يعني هم اي عندهم مشاكل، حاسس بدوخة، حاسس بارهاق، حاسس اوبيز تخين قوي، فهو مش مدرك ان هو عنده سكر، لكن لما يوصل لدرجه اوفرت يعني واضحه جدا يبتدي يخش الحمام بطريقه غير طبيعيه، يظهر عليه اعراض جامده، بيبقى يوصل مرحله يعني متطوره اكتر في الدايبيتس، فيبتدي يروح يكشف ويعرف نوع الدايبيتس، لكن لا زال مثلا في ملايين اخرى عندها السكر وما تعرفش ان عندها السكر. بالاضافه الى ان في ناس حوالي يعني رقم مهول يعني قدامكم على سلايد الفقرة اللي قبل الأخيرة 53 مليون يعني وقد يكون أكتر، ده فين في الـ يعني في يو اس، تخيل 53 مليون عندهم حاجة اسمها بري دايابيتك. هناخد الكرايتيريا اللي هقول للراجل والله أو الست أنت ما عندكيش سكر،
بس خلي بالك، خلي بالك انت ما عندكيش سكر فعلا، بس انت ممكن يعني معرضة او عندك قابلية او لحدوث السكر، ولازم تمشي على نظام غذائي يعني لا منظم وصارم، ونظام فيزيكال اكتيفيتي او اكسرسايز، فلان انت بعد فترة هنلاقي نفسنا دخلنا في الدايابيتس. فالناس دي يعني في نسبة منها كبيرة جدا بتقلب بدايابيتس، وفي اللي بيحصل بقى ان هو مانجمنت الحالة بالدايت والاكسرسايز، وبيهتم ممكن يفضل فترة أطول من غير ما يديفلوب دايابيتس ميليتس. في مشكلة كمان في آخر فقرة، إن حوالي من 25 ل 50% زيادة في عدد الأطفال التي تصاب بالنوع الثاني من الدايابيتس ميليتس، ودي مشكلة خطيرة جدا. إن طفل، إحنا عارفين الدايابيتس تايب 2 ده بيجي لناس إيه؟ 45 سنة، يعني بعد ال 40، يعني قال لك احنا نعمل سكريننج بعد 45 سنه. فلما طفل يحصل له سكر في هذه المرحله السنيه المبكره وتايب 2، ده معناها ان هو طريقه اللايف ستايل بتاعته بتاعت الاطفال، يعني تلاقي يعني انا يعني طبعا الدراسات دي بتبقى في امريكا، فكان يعني بحب مش شوية أحكي بعض الحكايات، وإنها وإن كانت بتستهلك وقت. يعني واحد ليها زميل في أمريكا، عياله مش بياكل كويس، فمش مهتم يعني. في ساعات كده الأم بتبقى مشغولة وعندها أولاد كتير، فإيه فالأم المصرية يعني يعني بتبقى منهكة وكده، فمع الأولاد الكتير بره بيخلفوا عيل أو اتنين وإيه، لكن هم مثلا الام المصريه بيبقى عندها 3 4 عيال، فبتبقى منهكه. فالاولاد مثلا ايه، بيبقى سليم، تلاقي عيل كده فرفور كده وجسمه رفيع، طب احنا زعلانين الواد ليه رفيع كده وبتاع. فالوالد ربنا يبارك له والدهم بيحكي لي، بيقول لي ان في المدرسه الامريكان بقى اللي هم الناس الاجانب بيحسدوا ولادهم على انهم رفيعين. ليه؟ هناك بقى بيمسك العيل يزغطه، فالواد بقى اوبيز، يعني لسه في ابتدائي اوبيز بشكل يعني مرعب. فبالتالي بدأ نسبة كبيرة نتيجة اللايف ستايل دي، ونتيجة ان احنا نهتم يعني بتصغيط العيل لمؤاخذة في الكلمة، ده بيأدي يعني بتبقى حاجة يعني نقلب بقى كده الميزان ما بقاش مظبوط. يعني الأم اللي بتخاف على أكل عيالها قوي قوي، وتبقى تقعد تغصب على العيل مرة واثنين وثلاثة لغاية ما الولد شهيته تتفتح أكتر من الطبيعي اللي ربنا خلقه على أي طفل، فيبتدي يقلب اوبيز، وبقى نسبه كبيره منهم نلاقي مفاجاه ان هو عنده البنكرياس شغال ما فيهوش حاجه، بس عنده ريزيستنس للانسولين اللي هو تايب 2. دي مشكله برضو. طبعا التكاليف بقى، تكاليف المشكله دي مهوله جدا، لان تكاليف الناس اللي امراض القلب هي اللي بتحصل نتيجه اعتلال السكر. يعني مين يعني دلوقتي لما نشوف ان مريض السكر بيبقى اكثر عرضة بنسبة 60% تقريبا ريسك ريلاتيف ريسك ان هو يجيله كارديوفاسكولار ديزيز. ليه؟ لان مريض السكر بيحصل له ديستربنس في الميتابوليزم. المفروض ان هو كان يعني جسمه بيستهلك السكر كفيرست لاين اوف انرجي او كفيرست سورس، يعني المصدر او بيفوتال سورس، مصدر رئيسي الطاقة بتاعته هو الايه، الاكسجين، سوري الجلوكوز. فلما الجلوكوز ما بقاش قادر يستهلكه نظرا لغياب الانسولين او وجود الانسولين بس عدم القدرة على الاستفادة من الانسولين في استخدام السكر، بدأ الجسم يستهلك حاجات تانية، يكسر بروتينز، يكسر ليبيدز وياخد منها الطاقة. فبدأ يحصل الميتابوليزم الطبيعي بدأ يختل، فبدأ يحصل ريليز اوف مثلا مور ترايجليسرايدز في الدم، والترايجليسرايدز تروح الليفر تعمل اكتيفيشن اوف سينثيسيس اوف حاجه اسمها ال دي ال، اللي هو لو دينستي لايبوبروتين كوليسترول. والكوليسترول ده معروف زي ما هناخد ان شاء الله في شابتر بعد كده، الهايبر ليبيديميا او ديس ليبيديميا، ان هو ارتفاعه بيعلي الريسك قوي لحدوث تصلب شرايين، ومن ثم حدوث كارديوفاسكولار ديزيز. فهنا كان الرابط ما بين الدايابيتس واعتلال الميتابوليزم، ادى الى في النهايه الى انتاج كميات كبيره من ال LDL وارتفاع نسبتها في الدم، ادت بعد كده لتصلب شرايين، وبعد كده امراض بقى الايه، الجلطه بقى، الكلوت،
والانجينا والمايكارديال انفاركشن والحاجات الجميله اللي احنا هناخدها في، او مش الجميله يعني، الحاجات الدسمه اللي هناخدها في شابتر الكارديولوجي، وبعد كده الهارت فيلير. كل ده كان من اسبابه الرئيسيه هو الدايابيتس. تاني حاجه ان السكر يا جماعه leading cause of blindness، يعني سبب رئيسي وقوي لحدوث العمى. ده بسميه end ESRD، ESRD end stage renal disease، عشان بس ايه بعض المصطلحات، بعض الـ abbreviations مش ما مش يعني ممكن تبقى مش مكتوب عندكم، يبقى end stage renal disease. خلاص ازاي دلوقتي يعني عشان اقول لكم ازاي بيحصل blindness واند ستيج رينال ديزيز، وكمان بيحصل نيوروباثي. يعني ايه نيوروباثي؟ دامج في الاعصاب، وخاصه الاعصاب الطرفيه اللي في الايدين وفي الرجلين. تلاقي المريض السكر بعد سنين من عدم التحكم في السكر يبتدي يحصل له نظر ويضعف، يحصل له البيومينوريا، يعني ينزل زلال في الوول نتيجه خلل، خلاص بقى رينال ديزيز حصل نيفروباثي. يبتدي يحصل له زي اطرافه ما يحسش بيها، واطرافه ما يحسش بيها. دي بيحصل بقى ايه بقى؟ ان تلاقي الراجل ماشي حصل له كدمات في رجليه مش حاسس بيها، حصل له ألسر قرحه، حصل له انفكشن نتيجه بقى هو ماشي مش حاسس، ماشي بيخبط في ولابس الشراب فترات طويله، مش مهتم بالهايجين بتاع رجله، وفي كادح الحياه اللي موجود في مصر. فتلاقي حصل له ألسر، حصل له حاجه اللي بسبب احنا لما بنحس ان اي مشكله في رجلينا بنحس، فبنعمل ايه؟ نغسل رجلينا، نريح شويه، ما نمشيش. لا هو لسه بيمشي، عمال يمشي 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 يمشي، فالألسر تزيد او الانفكشن يزيد، وبعدين فجاه نفاجئ رجليه مزرقه وبعدين مسوده، وداخل فيها يحصل فيها جانجرين، والجانجرينا دي، الجانجرين دي نوع من المايكرو اورجانيزم اللي بيؤدي في النهاية إلى إيه؟ خلاص ده مش رهيب في الأنسجة، إيه الحل الوحيد بتاع البتر، اللي الجزء اللي حصل فيه ده مش ده، ما حصلش بتر ممكن تنتشر في جزء أكتر من التيشوز، وكمان ممكن تروح الدم تعمل له إيه؟ سبتسيميا، والعيان يروح مني. فالليمب أمبيوتيشن، البلايندنس والاند ستيج رينال ديزيز دي كلها السكر سبب فيها. حد يقول لي يعني ايه اللي علاقه السكر بالعمى؟ ليه الشبكيه بيحصل فيها يعني دامج؟ وليه النفرون بتاع الكدني اللي بيحصل فيه دامج؟ وليه الاعصاب بيحصل لها دامج؟ كل دي بيشتركوا في حاجه واحده، ان هم مايكرو فاسكولار اورجنز، يعني بيوصل لها فيزلز صغيره جدا، مايكرو فيزلز. خلاص طيب ايه اسباب بقى ان الحاجات دي بتتاثر اكتر من غيرها؟ والله في نظريات كتيره، من ضمنها النظريه اللي بتقول ان ارتفاع مستوى السكر باستمرار في الدم بشكل يعني لمده سنوات طويله، حتى لو كان يعني مثلا ايه يعني سكري يعني مثلا 300 400، وبعدين اخد دواء انزله للنورمال ليفل، وبعدين اخد يعلى مني تاني، اخد انزل كده عشوائيا كده، افتح مثلا المريض يعني يلاقي مثلا جاتوه مطعم او محل سويتس، يخش يجيب له حته جاتوه او ياكل يشرب حاجه مسكره وكده، وبعدين يروح البيت ياخد الانسولين. يروح كده دايخ وبتاع، يقيس السكر، يا نهار ابيض ده 400. طب ما اخد الدواء، ياخد الدواء ينزل مثلا يبقى 180. هل هو كده الدنيا حلوه؟ لا، الفتره اللي حصل فيها ريليفيشن، حتى لو الفتره دي بتقدر بالساعات بس، حصل فيها السكر المرتفع اللي في الدم ده هيدخل للخلايا بشكل زائد، الخلايا مش بتعرف تستهلكه، لأن الأنسولين مش موجود، فبتبتدي السكر ده بيعمل جلايكيشن، يعني يعمل جلايكيشن يعني يرتبط بحاجات في الخلية. هل لو ارتبط ببروتين بيعمل جلايكوبروتين، لو ارتبط بليبيد بيبقى جلايكوليبيد، فبيبتدي يعمل جلايكيشن. اللي بيحصل للخلايا دي ان هي، عارف انت اكنك بالظبط ايه، داخل البيت باباك ومامتك واهلك كلهم عارفينك، بس وانت داخل رحت مركب ايه شنبات على مناخيرك، وركبت ولبست باروكه ودخلت البيت. ايه اللي هيحصل؟ المتوقع ان هو طبعا يتخضوا كلهم، واحد غريب داخل عليك، فايه المتوقع؟ انه هيحصل لك، هيحصل عليك اتاك، حد هيحدفك بحاجه، هيرميك من الشباك، عبال ما ايه يدركوا ان انت ايه بتهزر معاه. فده اللي بيحصل. الاميون سيستم او الانتي بوديز ماشيه،
جنب خلايا الكدني، جنب خلايا الريتنا بتاعت العين، جنب الأعصاب، تتفاجأ إن هي حصل لها جلايكيشن، فشكلها غريب بالنسبة لها، فتعتبرها أنتيجين وتبتدي تعمل لها أتاك. شوية تتعرف عليها وتسيبها في حالها، وشوية تعمل لها أتاك. على مدى سنين طويلة يحصل جرادوال دامج للأورجانز دي، وبيحصل بقى إيه بعد كده في النهاية، بنوصل نلاقي الريفرسبل دامج ده بيحصل وغير ممكن علاجه، لكن بنقلل، نحاول نقلل البروجريشن بتاعه، نحاول نقلل تقدمه. كل المصايب دي والكومبليكيشنز دي بتكلف طبعا علاج، علاج ومتابعه، اللي عنده مشكله في الاطراف، واللي عنده مشكله في عينيه، واللي عنده مشكله في الكلى، وبعد الناس اللي بتروح تعمل غسيل كلى، والناس اللي بيجي لها هارت اتاك، وكل دي بيكلف تكاليف باهظه جدا، تقدر ب يعني دلوقتي حوالي 250 مليون بليون، يعني مليار دايركت ميديكال كوست سبنت اون دايابيتس في 2007، دلوقتي 2013 حوالي 350 365 مليار. ماشي. طيب، يعني ده مصيبة كبيرة بالنسبة لنا. زائد بقى الديسابيلتيز اللي بتحصل، يعني بمعنى هو دلوقتي صرف قد كده عشان يعمل مش قسطره في القلب او يعمل قلب مفتوح، صرف قد كده على موضوع رجليه على كده، زائد ان المشكله اللي هتحصل نتيجه ان هو قاعد في البيت، فبالتالي البرودكشن بتاعه، الاكتيفيتي، البرودكتيفيتي بتاعته خلاص، ما بقاش المجتمع يستفيد بيه في الانتاجيه بتاعت البلاد، فبالتالي هتقلل الايه برضو الايكونوميك بيردن على الدوله، عبء شديد جدا، خاصه لو دوله بتهتم يعني ان هي تعمل انشورنس، ميديكال انشورنس للرعايه بتوعها يعني، فبيتعالجوا على حساب الدولة، فبتبقى مكلفة جدا، زائد ان هو كمان ما بينتجش نتيجة الايه الديسابيليتي اللي حصلت له. اخر نقطة بتوضح لك ان احنا الهدف بتاعنا في المانجمنت بتاعت الناس الدايابيتك، ان احنا نخلي حاجة اسمها الهيموجلوبين اي 1 سي اقل من 7%. فبيقول لك على الرغم من الناس اللي هي الأدوية والنظام والكونسلتنت والناس والمحاولة المكثفة في دول زي امريكا للناس دي ان هي تبقى اندر كنترول، 50% بس بينجحوا ان هم يحققوا الهيموجلوبين او اي 1 سي 7 او اقل من 7. خلاص، احنا قلنا السلايد دي خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الدنيا وقفت كده ليه؟ تمام. ايه هو تعريف السكر؟ تعريف السكر هو زيادة، ارتفاع، هايبر جلايسيميا، ارتفاع في مستوى سكر الدم. ده جاي من ايه يا جماعة؟ جاي اما من مشكلة في الانسولين سكريشن او الانسولين اكشن، يعني ممكن المشكلة ان طبعا عارفين البنكرياس بيفرز من خلايا البيتا سيل في البنكرياس، فطبعا يا اما مشكله ان الانسولين لا يفرز، او ان الانسولين اكشن مفعوله، الانسولين بيفرز وموجود في الدم ونسبته كويسه جدا، لكن ما بيقومش بوظيفته. ليه ما بيقومش بوظيفته؟ لما بيروح على الريسبتور بتاعه في الكبد وفي التيشوز بتاع جسمنا، الريسبتورز ما تتعرفش عليه، حصل تشينج في يا اما في الانسولين نفسه يا اما في الريسبتورز بتاعته، فبيحصل ما يحصلش فيت على الريسبتور، فما بيديش المفعول بتاعه، فهو موجود بس اكنه مش موجود. طب الانسولين كان بيعمل ايه؟ الانسولين كان بيساعد، بيعمل حاجات كتير جدا، ليه رول في الكبد مهمه جدا 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 جدا، رول على الكبد، تاثير على الكبد، كنترول هرمون الكنترول على الكبد، وليه تاثير على التيشوز وعلى السيلز بتاع جسمنا كلها. طيب على الكبد بيعمل ايه؟ والله بيروح الكبد بيقول له يا كبد، انا معنى ان افرزت وطلعت من البيتا سيل الجميله في البنكرياس ومشيت في الدم ووصلت لك، ده معناها ان السكر مرتفع في الدم، معنى الراجل ده ان هو خد دايت وفي سكر في دمه بنسبه كويسه. فدلوقتي لو سمحت هطلب منك طلبين. الطلب الاولاني ان انت تبتدي تاخد السكر الزياده ده وتحوله الى جلايكوجين، لربما هذا الرجل يمر بلحظه فاستنج لمده ساعات، 8 9 ساعات ما ياكلش او حاجه، هنحتاج المخزون ده. بنحتاج المخزون ده وبيبقى اسمه جلايكوجين، فبيساعد الليفر على تصنيع الجلايكوجين، يستنتهز فرصة وجود الجلوكوز في الدم بنسبة كويسة عالية نتيجة الدايت اللي أكلها البيشنت ده، ويبتدي يقول للكبد خزن لي جلايكوجين في الكبد. حاجة تانية،
في الكبد برضو، بيقول له يا كبد انت في الفاستنج بتعمل حاجة ظريفة، ايه هي الحاجة الظريفة اللي بيعملها الكبد يا جماعة في الفاستنج، واللي بتخليه الناس اللي هي في المجاعات والناس اللي ما بتاكلش لفترات طويلة جدا جدا لمدة توصل بالأسابيع ما ياكلش، مفيش سورس يعني كالوريز بتخش له، وتلاقيه قاعد تاخد عينة دم تلاقي سكره فيها 60 70، ازاي ده؟ يعني ازاي راجل بقاله أسابيع وسكره لسه في الرينج المعقول اللي هو ما قلش عن رينج اللي بنقول عليه هايبوجلايسيميا؟ وهنقول ايه خطورة الهايبوجلايسيميا دلوقتي. طب ازاي كده؟ اللي بيحصل يا جماعة في الناس دي ان ربنا سبحانه وتعالى خلق ميكانيزم في الليفر يقدر ياخد النون كربوهيدرات برودكت اللي هي زي البيروفيك اسيد واللاكتيك اسيد وبرودكتس تانية، ياخدها ويعمل ريفرس ويصنع جلوكوز، يطلع لي جلوكوز في الدم. فتطلع الجلوكوز ده اسمها عملية تصنيع الجلوكوز الجديد، جلوكو نيو جينيسيز، يعني تصنيع سكر جديد على الرغم ان مفيش سكر داخلي. فلو انا خدت سكر اكلت سورس اوف كالوريز، اكلت يعني وجبة وفيها سكر وفيها كالوريز، يبتدي الانسولين اللي طلع من البنكرياس يروح الكبد يقول له خزن، وكمان لو سمحت وقف لي عملية التصنيع احنا مش محتاجينها خلاص، ده في سكر زيادة، انت ما يعني في سكر مرتفع في الدم، فاحنا دلوقتي هنقلله بازاي؟ بان احنا نصنع جلايكوجين نخزنه فيك، وان احنا نمنعك ان انت تصنع او نطلب منك ان انت توقف تصنيع الجلوكوز الجديد. طيب وايه تاني الانسولين يعمله؟ يروح للتيشوز يقول لها يا تيشوز دلوقتي في سكر، استغل الفرصه من فضلك واستهلكيه، ابتدي خديه، يدخل الانسولين، يدخل الجلوكوز، ابتيك سيل ابتيك اوف جلوكوز، والخليه تبتدي تعمل لها جلايكولوسيس وتستخدمه في العمليات الحيويه بتاعتها. طيب في سكر لسه زياده، يروح والله الاديبوز تيشو ويقول لها لو سمحتي خدي السكر ده وحوليه الى فاتس، وعشان كده زيادة الكالوريز انتيك بتؤدي لزيادة الانسولين وزيادة تحويل السكر الى دهون، وهي ده بسبب السمنة، عشان كده الانسولين من ضمن السايد افكت الانسولين اللي بيتاخد من بره يعني ان هو يعمل اوبيزيتي او يعمل ويت جين، عشان الانسولين بيحول السكر الزائد عن الحد الى اديبوز تيشو. فدي وظيفة الانسولين في النهاية بتؤدي الى ايه؟ انخفاض مستوى السكر. فالانسولين هو هايبوجلايسيميك ايجنت، يعني بينزل السكر. طيب لما يحصل ارتفاع في السكر ده دليل اما عن الديفكت الانسولين سكريشن، الانسولين مش موجود او في قليل قوي، او موجود بس في مشكله في الاكشن بتاعه، او مشكله في الاثنين. والله لو حصل اوتو اميون ديستراكشن، استنى اشغل لكم السلايد، والله لو عندي محاضره. عليكم السلام ورحمه الله. عندي محاضرة. في حاجة ضاعت منك؟ زي ايه؟ ها؟ ايه ما ايه اللي ضاع؟ انت كنت في الشارع. ايه ده؟ بجد؟ مش حاجتي دي، ده ايه؟ طلع كده. ده والله العظيم. محفظتي دي ولا ايه؟ اه. حاضرا. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع لموضوعنا، احنا كنا في الشير سكرين شير. كنت بختار لكم، نسيت انا بقى. عذرا على هذا الانقطاع، بس في حاجة عندي صغيرة كده مش عارف أعملها، مش عارف إيه سبب اختفائها من عندي. إن شاء الله حضور جيد، في ناس عندي ما شاء الله كتير.
طيب نرجع تاني لموضوعنا. لو حصل بقى ديستراكشن للبيتا سيل، بيحصل ان بيحصل ايه؟ البنكرياس بيقل جدا، وبالتالي الافراز بتاعه، وبالتالي بيحصل ارتفاع في مستوى السكر. ليه بيحصل ارتفاع في مستوى السكر؟ لان السكر اللي انا باخده في الدايت ما بيلاقيش انسولين فبيعلى. طيب لو فرضا واحد ما كلش، يفاجأ برضو ان سكره عالي، مدهش، بقالي مثلا 10 ساعات ما كلتش، سكري عالي. ايه السبب يا جماعة؟ اكيد السبب هو الكبد، اللي ان هو بيقوم على الرغم من الصيام الى انه يقوم بتصنيع الايه؟ بتصنيع الجلوكوز، انه يقوم بتصنيع الجلوكوز جديد ويحطه في الدم. فتلاقي الراجل ما كلش، صاحي الصبح يقول لك يا عم انا ما كلتش، حمام ما اتعشتش، وصاحي الصبح وسكري 350. ازاي الكلام ده؟ ده معناها ان هو الكبد عنده نشط، بيصنع السكر بنشاط. ليه؟ الانسولين ما بيجيلوش، او بيجيله هو ما بيستجبش ليه، فيفضل يصنع جلوكوز يصنع جلوكوز يصنع جلوكوز، فالسكر يعلى في الدم. فهو ده السبب، يعني سبب مش يعني ايه، اكل يعلى السكر، ما اكلش يعلى السكر برضو عادي، يعني فاهماني؟ فاهمني؟ عشان كده عشان كده الناس اللي هي السكر بسميها فاستنج هايبر جلايسيميا، ده بسبب الليفر اللي بيصنع السكر. بعد كده ده اوفر تايم دايابيتس، ايه دامج الايز، دامج الكيدني زي ما قلنا، هارت ديزيز، نيرفز، كل ده. طيب ادي صوره بتوضح الاورجن انفولفمنت في ال ادي الدايت ساعدكم، بتزود البلاد جلوكوز ليفل. هنا الليفر برضو في جلوكوز برودكشن، بيزود الايه الجلوكوز زي ما اتفقت معاكم. هنا البرين بقى، خلي بالكم من البرين ده يا جماعة، في والسنتر نيرف سيستم مهمين جدا. ازاي؟ اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. مهمين ان هما حاجة مهمة جدا، مكتوب هنا على السهم ايه؟ انسولين اندبندنت جلوكوز ابتيك، بمعنى ان البرين بيحصل له يعني بياخد جلوكوز من غير ما يعتمد على الانسولين. عشان كده يا شباب خطير جدا ان يحصل لاي حد فينا او لمريض السكر يحصل له هايبوجلايسيميا، ان السكر يقل عن 70، يعني مثلا يوصل ل 60 50، يبتدي يحصل بدوخه 50، ممكن يقع في كوما. خلاص دي بنسميها هايبوجلايسيميا. ليه خطيره؟ لان كل يعني كل التيشوز والاورجنز اللي في جسمنا ممكن تعمل ايه، تاخد الترناتيف سورس اوف انرجي ما عدا البرين. البرين والسنترال نيرف سيستم بياخد الانرجي بتاعتهم سوليلي او بالتحديد او انفرادا من الجلوكوز. فلو الجلوكوز حصل فيه نقص شديد، ده يحصل ايه؟ يبتدي الراجل يخش في كوما. عشان كده المريض والجسم اللي ربنا خلقه الطبيعي بيعملوا ان هو يعني ايه، ان السكر فيه ما ينزلش عن المستوى ده، عن 70. ازاي؟ والله لو كل خير وبركه، خلاص. لو ما كلش الليفر هيتكفل بتصنيع كميه من السكر تكفل عدم نزول مستوى السكر عن 70، 70 ملي جرام بر دي سي لتر. خلاص. طيب اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. لما نبص بقى هنا، هنا في الماسل بياخد برضو الانسولين، يخلي الماسل تاخد الجلوكوز وتحوله جلايكوجين، والفات تعمل اديبوس تيشو. الجلوكوز بقى في البنكرياس بيحفز السكريشن اوف انسولين، والانسولين بيروح الليفر زي ما قلت لكم، بيخلي الليفر يخزن السكر ده على شكل جلايكوجين ويقلل الجلوكوز برودكشن اللي هو بيعمله. طيب في هرمون تاني بيطلع اسمه جلوكاجون. الجلوكاجون ده يا جماعه ده الانتي انتاجونست بتاع الانسولين، الانسولين انتاجونست المضاد بتاعه. بمعنى ايه؟ لو انا تخيلت ان انا الانسولين هو شغال لوحده في الساحه، ايه اللي هيحصل؟ والله هيروح الليفر يقول له ما تصنعش جلوكوز وخزن الجلوكوز، خليه يتحول لجلايكوجين، ويروح للماسل يقول لها خزن الجلوكوز على شكل ايه؟ جلايكوجين برضه، والفات يقول لها حول الجلوكوز لفات، والتيشوز كلها تقول لها كسر السكر. ايه اللي هيحصل في السكر؟ هينزل مثلا بعد ما انا خدت دايت كان سكري مثلا 140، يوصل ل 120، 90، 70، 50، هيفضل يقل. الجلوكوز موجود، الانسولين موجود على الساحه لوحده.
لغايه ما يحصل ايه؟ هايبوجلايسيميا، واطب انا واقعي من طولي بسبب الايه؟ الهايبوجلايسيميا. طب هل ده بيحصل؟ لا ما بيحصلش الحمد لله. ليه؟ لان مستوى السكر لما بينزل خلاص بيبتدي الانسولين سكريشن يقل جدا، ومين بقى اللي يعلى؟ يبتدي سكريتد من الالفا سيل البنكرياس الجلوكاجون. الجلوكاجون عكس الانسولين تماما، يروح للليفر يقول له خلي بالك البلاد جلوكوز ليفل قل عن ال 70 وده خطر، انا لو سمحت ابتدي كسر لي الجلايكوجين اللي عندك المخزون وحوله لجلوكوز ونزله في الدم. طيب يفضل ينزل نسبة جلوكوز جلوكوز من الدم لغاية ما يخلص المخزون بتاعه، حتى لو خلص المخزون فضل مثلا الراجل صايم لفترة طويلة يقول له لو سمحت ابتدي صنع لي جلوكوز جديد، يعني الراجل بقاله كتير صايم ونسبة الجلايكوجين المخزون اللي عندك خلص، بيخلص في حوالي 6 ساعات بالكتير، فبعد 6 ساعات يبتدي يخلي السوق الليفر صنع له جلوكوز، ويحافظ بذلك على ايه؟ على المستوى بتاع السكر لا يقل عن كام؟ عن حوالي 70. يبقى في بالانس ما بين الانسولين والانتاجونست بتاعه مين؟ الجلوكاجون. وفي بقى هرمون اسمه الاميلين، ده انا كاتبه كده على ايديا. الاميلين ده خلي بالكم يا جماعه ده كو سكريتد مع الانسولين، ده الانسولين والاميلين دول تقريبا. الاميلين ده زي ما تقول ايه؟ اكتيفيتور اوف انسولين، وفي نفس الوقت يمنع يعمل انهبيشن للجلوكاجون. عشان كده يا شباب ممكن اعالج مرضى السكر بان انا اديهم انسولين معاه كمان في برودكت هناخده اميلين. خلاص البرودكت اميلين ده بيخليني اقلل، يعني مثلا واحد لو ياخد مثلا واحد بياخد 60 وحده انسولين ياخد 30 بس ومعاها الاميلين ده. ليه؟ لان الاميلين ليه دور قوي جدا في تقليل الجلوكاجون وبالتالي التحكم في السكر وتنزيله اكتر. خلاص يعني قلنا مشكله الناس اللي عندها سكر في الانسولين، خلاص طيب انسولين بس والاميلين كمان. طيب لما نديله انسولين ممكن نديله انسولين بجرعه كويسه 60 مثلا وحده لواحد 30 مثلا 60 وحده لواحد هوبيز مثلا، خلاص او اديله 30 وحده بس مع الجرعه اللي هنتكلم عليها في الاميلين، فبيساعد قوي على تنزيل السكر. خلاص فالاميلين هو هرمون طبيعي موجود في الجسم، وكمان ما في منه سينثيتك زي ما هناخد وبيقلل السكر في الدم. خلاص طيب الاورجان انفولفمنت ده الكلام اللي احنا شرحناه، تقروه مع نفسكم وان شاء الله هتلاقوه هو نفس الكلام اللي احنا قلناه. الاوفرول افكت اوف انسولين بيشيل الجلوكوز ريموفال بيدخله الخلايا، الجلايكوجين بيخزنه، الفاتي اسيد ستورج بيخزنها، البروتين سينثيسيس بيخزن البروتين، و انهبت الكيتون بودي فورميشن بيمنع تكون الكيتون بادي، وهنتكلم على الكيتون بادي ان شاء الله. فكل العمليات اللي قدامنا دي بتقلل مستوى الجلوكوز في الدم، يعني يخلي الجلوكوز يتحول لبروتين، يخلي الجلوكوز يتكسر ويتحول لايه؟ لفاتي اسيد، يخزن الجلوكوز از جلايكوجين في الليفر، ويخزن الجلوكوز في يدخل الجلوكوز في الخلايا ويخليها تستخدمه، فكل ده بيعمل هايبوجلايسيميا بينزل مستوى السكر. خلاص طيب الاوفرول افكت اوف جلوكاجون العكس ده، بيروح على الليفر يقول لها لو سمحت كسر لي المخزون اللي عندك، دي بسميها جلايكوجينوليسيس، دي بسميها جلايكوجينوليسيس. خلاص بيروح على الليفر بعد ما يخلص الجلايكوجين اللي فيه يقول له صنع لي جلوكوز جديد لو سمحت، عشان ايه؟ مستوى السكر ما ينزلش. وكمان بيعمل انهبيشن اوف انسولين ريليس، يعني الانسولين لما يطلع بيطلع معاه البودي جارد بتاعه اللي هو الاميلين ويقول للجلوكاجون اقف، ولما مستوى السكر ينزل قوي الجسم على طول يبعت رساله للبيتا سيل لو سمحت وقفي الانسولين ده هيوديني في داهيه، وخلي الجلوكاجون هو اللي يطلع. فالجلوكاجون اول ما يطلع يعمل انهبيشن لمين؟ للانسولين. فكل واحد من الاثنين يطلع يمنع الثاني، لو الانسولين طلع يطلع معاه الاميلين والاميلين يمنع الجلوكاجون، لو مستوى السكر نزل الجلوكاجون هو اللي يفرز ويمنع السكريشن اوف انسولين عشان يشتغل هو ويرفع مستوى السكر في الدم. ده الافكت بتاع الانسولين والجلوكاجون، نفس الكلام اللي احنا قلناه. هنا الصورة بتوضح لي الفيد ستيت على اليمين والفاستنج ستيت على الشمال. بالنسبة للفيد ستيت، يعني ايه فيد ستيت؟ الراجل واكل ومتهني وفي كالوري الحمد لله، ايه اللي يحصل؟ الانسولين سكريتد خلاص فترة الاكل، الانسولين هو اللي بيطلع وبيطلع معاه الاميلين زي ما اتفقت معاكم، بيحول الجلوكوز الى جلايكوجين في الليفر، بيحول الامينو اسيد الى بروتين، وبيحول الفري فاتي اسيد الى تراي جلسرايد،
وبيخزن الفاتس دي في الاديبوس تيشو، وبيخزن الجلايكوجين كمان، بيزود الجلوكوز ابتيك في المصل ويحولها للجلايكوجين. ده فين؟ في الفيد ستيت. على الناحيه الشمال في الفاستنج ستيت، الصيام. في الفتره دي السكر نزل في الدم نتيجه العمليات اللي على الشمال على اليمين دي، فلما نزل بدا يطلع مين بقى؟ الفاستنج بقى، قعد فتره ما اكلش، هنخش في الفاستنج ستيت، يبقى الجلوكاجون هو اللي هيطلع وهيمنع الانسولين من السكريشن، يبتدي يعمل العكس، يقول الليفر خلي بالك مستوى السكر نزل، يا لو سمحت يا ليفر كسر المخزون اللي عندك وطلعه في الدم على شكل جلوكوز، ويقول له لا لو المخزون بتاعك خلص والراجل لسه ما اكلش، يبقى ابتدي صنع جلوكوز عشان البلاد جلوكوز ليفل ما يقلش عن كام زي ما اتفقنا من شويه، عن 70. طبعا ده نفس الكلام اللي احنا قلناه. الجلوكوز بقى هم يستز ان دايابيتس اللي بيحصل انسولين، مفيش انسولين، مفيش. مين اللي شغال بقى؟ الجلوكاجون. الجلوكون عمال يخلي الليفر يطلع جلوكوز يطلع جلوكوز، فيحصل ايه؟ هايبر جلايسيميا زي ما اتفقنا، خلاص. وما فيش حاجه بتخزن بقى في الماسل ولا جلايكوجين بيتخزن في الليفر ولا الكلام ده. مين اللي مش موجود؟ الانسولين، واللي شغال حبيب عدوه او المضاد للجلوكاجون، وبالتالي بيخلي السكر ينتج. يعني حتى لو تلاقي مكان واحد ما كانش سكر وسكره عالي برضه، ليه؟ لان الليفر يستمر بطريقه مضطرده بدون حد حاجه توقف، خلاص. كل الكلام ده مهم لما نيجي ندرس بقى الايه الادويه اللي هتعالج الايه السكر ان شاء الله. ده ملخص للكلام، تاثير الانسولين، ولما يقل يحصل ايه؟ لما يقل الانسولين او يحصل انسولين ريزيستنس، بيحصل هيباتيك جلوكوز اوت بوت، يحصل يطلع جلوكوز من الكبد، بيحصل كاتابوليزم ويت لوس ستانتد جروث، يعني مشكله في النمو، بيحصل تكسير للدهون وكيتوزيس واسيدوزيس. كل ده اعراضه، اعراض زياده السكر في الدم بقى نتيجه الجلوكوز عمال يطلع من الكبد، سواء بتكسير المخزون بتاعه الجلايكوجين او بتصنيع جلوكوز جديد. يحصل ايه؟ يحصل ارتفاع في سكر الدم. ارتفاع في سكر الدم بيبقى اعلى من 200، اعلى من 200 ده بعتبره هايبر جلايسيميا وبعتبره دايابيتك، وبلاقي عندي بقى الاعراض بتاع ارتفاع السكر. ارتفاع السكر في الدم بيؤدي الى بولي يوريا، تلاقي البيشنت عمال يروح حمام كتير، بيحس ببولي ديبسيا نوع من العطش، وبولي فاجيا نوع من الجوع الشديد، واللاك اوف انرجي يحس بارهاق، وممكن يحصل انفكشن ومشاكل في العين، بلارد فيجن. النورمال البلاد بلازما جلوكوز من بين 60 الى 140، ده النورمال، خلاص. فال 60 دي ايه؟ فاستنج. ال 140 دي المفروض بعد الدايت، خلاص. طيب المينيمم كونسنتريشن مش اقل من 40، يعني في، يعني هو بصراحه الهايبر جلايسيميا الهايبو جلايسيميا بتعرفها في البورد عندنا اقل من 70، لكن المينيمم من 40 ل 60 از نيد، يعني المطلوبين للسنتر نيرفس سيستم. فالمفروض البلاد جلوكوز ليفل ما يقلش عن 70 عشان يوفر ال 40 ل 60 ايه دي للسنتر نيرفس سيستم زي ما اتفقنا، اللي هو بيعتمد على السكر بصفه اساسيه ووحيده. يعني قدرة الكدني على امتصاص الجلوكوز 180 مللي جرام. بمعنى ايه؟ يا جماعة مش معقول ان احنا بعد ما ناكل، الكلام ده مهم عشان تبقوا عارفين في فهم الادوية اللي هناخدها بعد كده. بعد ما ناكل ربنا خالق فينا نظام يعني دقيق، بمعنى ان سكرنا لما ناكل ما يعلاش عن 140. ليه ما بيعلاش عن 140؟ عشان بيطلع انسولين يخلي الخلايا تاكل زيادة ويخلي الكبد يخزن السكر الزيادة. طيب السكر، السكر قل، سكر اكلت سكر زياده يطلع لي انسولين زياده، خلاص. فبالتالي سكري عمره ما يعلى عن 140. طيب يقول لك ان هنا بقى في الفقره الثالثه ريزوربتيف كاباسيتي اوف كيدني از 180، بيقول لك ان الكيدني من وظائفها المهمه جدا ان هي تحافظ على السكر. مش معقول انت تاخد سكر في تاكله وينزل في البق يتهضم شويه، وبعدين الامعاء يفرز عليه انزيمات، كم انزيمات كبير جدا عشان يكسر السكر ده ويحوله مونو سكرايد ويمتصه، كم انزيمات كتير جدا، لايبيز وداي سكرايديز وانزيمات كتيره جدا، بولي سكرايديز وداي سكرايديز، وفي الاخر يحوله مونو سكرايد ويمتص من الامعاء ويروح الدم، خلاص. فمش بعد الهيصه دي كلها يمشي في الدم يروح الكدني، الكدني تنزله في البول، يعني الطبيعي ان انا الاقي البول ما فيهوش سكر. طيب الكدني ربنا خليها تحافظ على السكر ازاي؟ ان هي تعمل ري ابزورب، بدل ما يتفلتر وينزل في البول، لا تمتصه تاني وترجعه للدم. لغايه كام بقى قدرتها دي؟ لغايه 180. اعلى من 180 زائد او ناقص 40 يعني مللي جرام، يعني مثلا ممكن لغايه 220. اعلى من 220 مثلا او اعلى من 180 تلاقي يبتدي السكر ينزل فين؟ في البول. ولما ينزل في البول بقى
بيغير الاوسموزس، يعني مثلا السكر ده مش هينزل على شكل ايه سكر كده بودره، لا ده بينزل دايب، فبيسحب معاك كميه ميه زياده، فبيخلي الراجل عايز يخش ايه، كل ما السكر يعلى اكتر كل ما العيان يحس ان هو عايز يخش ايه دوره الميه اكتر. بس فهنا الكدني ربنا مسخرها ومخلقها ان هي تحافظ على 180. طب الطبيعي اصلا ما بيعلاش على 140، يبقى انا كده في الراجل الطبيعي مش هيحصل له انه ينزل سكر في البول. لكن امتى ينزل سكر في البول؟ لو السكر عالي عنده عن 200، عن 180، او موصل مثلا 250، هتلاقي سكر نزل في البول. خلاص؟ طيب زي ما قلنا المصل والفات يوز مصل اند فات يوز جلوكوز از انرجي سورس. خلاص بدون الجلوكوز مفيش امينو اسيد ولا فاتي اسيد هتستخدم از فيول. يعني الساين والسيمتومز زي ما قلنا بولي يوريا، بولي ديبسيا، بولي فاجيا، ويت لوس، كل الحاجات دي قلناها. الكلاسيفيكيشن اوف دايابيتس تايب 1 وتايب 2، عارفين طبعا المعلومات دي اساسيه عندنا. تايب 1 في ديفيشنسي اوف الانسولين، مفيش انسولين، حصل ديستراكشن للبيتا سيلز، وده غالبا بيحصل للراجل ايه للطفل يعني في مرحله صغيره اكتر من الناس الكبار، ان هو ممكن يحصل في الكبار بس غالبا بيحصل للاطفال، الايميون سيستم لسه نشيط عنده قوي ويحصل له انفكشن، فيحصل زي اتاك او اوتو اميون اتاك، الانتي بودي تهاجم البيتا سيل وتعملها ديستراكشن، فتلاقي الطفل في سن 5 6 7 سنين 10 سنين جاله ايه سكر بسبب ان الاوتو بادي انتي بوديز هاجمت البيتا سيل بالغلط، فعملت له دايابيتس في فتره صغيره. اما تايب 2 ده بيحصل غالبا للناس الايه الالدرلي، او مش الالدرلي يعني الادلت، الاكتر غالبا اكتر من 30 سنه هو اللي بيحصل له المشكله دي. يعني ده بتيجي نتيجه يعني الريسبتورز بتاعه الانسولين لا تستجيب ليه بشكل جيد، فتلاقي الانسولين موجود في الدم لكن مش بيعمل تاثيره. الفاميلي هيستوري اكتر بيبقى منتشر في السكر النوع الثاني، مما يدل ان هو ليه علاقه بالايه بالهيريديتري يعني وراثي اكتر النوع الثاني. لكن النوع الاولاني ده بيبقى نصيبه كده، هو حصل له انفكشنز، عشان كده بيدوا تطعيمات كويسه جدا عشان يحاولوا الطفل يعدي مرحله الطفوله دي من غير ما يحصل له ايه حاجه كده لخبطه في الاميون سيستم تهاجم البيتا سيل ايه بالخطا يعني، او مش بالخطا بقدر ربنا طبعا. فبيدوا تطعيمات من ضمن الايه البريكوشنز او اللي بيسموها البروتكشن من تايب 1، تطعيمات نتيجه ضد الانفلونزا، ضد الامراض الانفكشيوس ديزيزز، ضد هيباتيتس بي فيروس، هيباتيتس اي، يدي التطعيمات دي ليه؟ مش عشان كبروتكشن من التايب 1 دايابيتس. لكن تايب 2 ده بيبقى هيريديتري، 70 ل 90% منهم بيبقوا اوبيز. زي ما قلنا طبعا دي جدول مقارنه برضو ايه نبص عليه. الريسك فاكتورز دي مهمه جدا، دي بتخليني اعرف مين العيانين اللي انا هبتدي اعمل لهم سكريننج. يعني ايه سكريننج؟ يعني ابتدي اكشف عليه من غير ما يشتكي من حاجه. خلاص؟ اولا يكون عنده فاميلي هيستوري. خلاص اوبيز اكتر من خلينا في البادي ماس اندكس، هو اللي عليكم في البورد، اللي هو اكتر من او يساوي 25 كيلو جرام بير متر سكوير، البادي ماس اندكس بتاعه اكتر من 25. في الاسيان، اسيان يعني الناس الاسيويين هم اصلا يعني حجمهم صغير مش زي الناس العاديه، فنقول التخن بالنسبه لهم مش 25، او الاوفر ويت بتاعهم مش 25 لا 23. خلاص اكتر من 23 ده بعتبره اوفر ويت في الناس الاسيويين. سيدنتري لايف ستايل او الفيزيكال انكتيفيتي، اللي هابيتوال فيزيكال انكتيفيتي ما بتتحركش كتير. الريس بتاعه، بعض الريسز يا جماعه بيقول لك ده والله ايسيان، ده هيسبانيك، بعض الريسز كده هم عاملين دراسات عليها بيلاقوا فيها نسبه الناس اللي بتصاب بالسكر اعلى من الناس العاديه. الافريكان امريكان برضه نسبه السكر فيهم اعلى من الناس الايه العاديين. الايج اكتر من او يساوي 45، اي واحد 45 سنه يا جماعه بيفضل يعمل سكريننج للايه للسكر، يعني 45 سنة يعمل تشيك على السكر كده ويتابع يشوف هو سكره عادي، طب الحمد لله، يتابع كل سنة مرة، لكن سكره بدأ حاسس ان هو يعني عالي شوية يبتدي بقى يعمل دياجنوزس يشوف عنده سكر ولا لا، يعني ممكن يكتشف عنده سكر هو ما يعرفش. History of IGT او IFT IFG يعني ايه؟ impaired IGT يعني impaired glycemic impaired glycemic
امبيرد جلايسيميك كنترول، او امبيرد جلايسيميك سوري، المفروض بيسموها اللي هي بوست براند، يعني بقى سكره يعلى بعد الوجبه، الاي جي تي بيسموها امبيرد جلايسيميك تي دي، انا مش فاكر، هتعدي عليا دلوقتي، بس انا هي مقصود بيها ان هو بعد ما ياخد الوجبه امبيرد جلايسيميك، امبيرد جلايسيميك ليفل بتاعه بيبقى مش ما تقولش عليه عنده سكر، خلاص بنسميه امبيرد يعني مختل. طيب مختل ده يعني اقل من 200 وفي نفس الوقت اعلى من 140، احنا قلنا لغايه 140 ده كويس، بين ال 140 لغايه 199 ده بيقول عليه امبيرد جلايسيميك ليفل اوف جلوكوز. لكن الثانيه بقى اللي هي امبيرد فاستنج جلايسيميا، ده اللي هو صايم 9 ساعات ولا سكره اعلى من 100 اعلى من 100 لغايه كام؟ لغايه 125، هنشوف الايه الرينجز دي، فبنقول عليها امبيرد، يعني لا هو سكر ولا هو مش سكر. فلو حصل له حاجه من دي، مره قيس له السكر لقيته اللي هو ايه، انت مش سكر بس عندك قابليه بسميك بري دايابيتك، يبقى ده الناس دي من الريسك فاكتور ان هي تقلب بدايابيتك في اي وقت. الناس اللي هايبر تنشن بتاعها اكتر من 140 على 90، الاتش دي ال اقل من 35، وترايجلسرايد اعلى من 250 يعتبر ريسك فاكتور، هيستوري اوف جيستيشنال دايابيتس، يعني واحده كانت حامل وحصل سكرها ارتفع اثناء الحمل، او ولدت عيل وزنه اكتر من 4 كيلو او 9 باوند، يعني معايا 9 كيلو تقريبا 4 كيلو تقريبا 4 كيلو 100 جرام، او هيستوري اوف فاسكولار ديزيز اور بولي سيستيك اوفيريان ديزيز، دي كلها ميجر ريسك فاكتورز. لو يتوفر فيها على الاقل اثنين ده لازم اعمله سكريننج على طول، يعني اولا لو عمره اكتر من 45 من غير ما يبقى عنده ريسك فاكتور بتابعه خلاص، ده اول حاجه. لو عنده اثنين من الاثنين دول دايما ده بتابعه سنويا، ولو لقيت يعني بتابعه كده سوري كل 6 شهور عشان اشوف السكر بتاعه. كل اللي بيعمله حاجتين، بقيس هيموجلوبين A1 سي في الدم وبقيس السكر اللي هو البلاد جلوكوز ليفل صايم وفاطر. في بعض الادويه اللي بتعمل ريدكشن للدايابيتس هناخدها على عجاله، لان هي مش يعني مش في البورد عندكم قوي، بس تبقى عارف ان الدواء ده بيرفع السكر. اي في ادويه اللي زي الكورتيزونات دايما بترفع السكر، بتزود عن طريق ان هي بتزود الهيباتيك جلوكوز اوت بوت، السيمباثوميميتك ابينفرين والكورتيزول والجروث هرمون كل ده بيزودوا انتاج السكر في الدم من الليفر، فبالتالي ده بيساوي ايه، بيعمل بيقل بيزود انديوس الدايابيتس. في حاجه زي الفينيتوين والبيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز بتقلل الانسولين سكريشن من البيتا ايه، فالناس اللي بتاخد الادويه زي الفينيتوين والبيتا بلوكرز معرضه ان هي يحصل لها سكر بسبب ان هي بتاثر على البيتا سيل وبتقلل الريليز بتاع الايه السكر منها. طيب السؤال في هنا، في سؤال، هل ممكن استخدم البيتا بلوكر في الدايابيتك بيشنت؟ ايه يعني ايه السؤال ده؟ البيتا بلوكر اولا بتقلل السكريشن زي ما قلنا ايه بتاع الانسولين، فممكن يعمل ايه هايبر جلايسيميا، لكن انا ممكن اتغلب على كده ان انا اديله لو هو عنده سكر يعني اديله ايه انسولين وجرعه ازيد شويه. طيب ايه المشكله؟ ان البيتا بلوكر بتبلانت يعني بتعمي الساينس والسيمتومز بتاعت الاكيوت هايبوجلايسيميا، يعني لو خد جرعه يا جماعه زياده من الانسولين وحصل له هايبوجلايسيميا الطبيعي هو يحس بايه؟ والله يحس بسويتنج، يعرق خلاص، يبتدي يحصل له تريمرز يعني رعشه كده، يبتدي يحصل له صهد كده مصهد وعمال يعرق يعني يبتدي يبقى متوتر كده، هو نفسه على طول بيحس ان هو سكره نزل، يتجه على طول ايه ياخد الايه، ياخد اي حاجه مسكره عشان يعلي سكره. المشكله بقى في البيتا بلوكرز ان هي بتخلي الساينز دي التريمرز والسويتنج والحاجات دي والتاكي كارديا قلبه ينبض كده يحس ان في النبضات بتاعته زادت، كل الاعراض دي مين اللي بيغطيها؟ البيتا بلوكرز، خاصه لو كانت ايه يعني مش سيلكتيف للهارت، فممكن تغطي له على سويتنج وتغطي له على التريمرز دي فسكره يوطى، فبدل ما هو يحس ويروح ياخد حاجه مسكره تلاقيه اغمى عليه. طب ازاي اغمى عليه؟ هو مش المفروض ان هو حاسس عنده سكر؟ لا ما حسش، ليه؟ بياخد بيتا بلوكرز. فالناس اللي بتاخد بيتا بلوكرز لازم ايه؟ تبقى كوشيوس
ومتابعه السكر بشكل ادق، عشان ممكن ان هو يغطي لها على الايه الاعراض بتاعه الهايبوجلايسيميا، ولا قدر الله خطيره جدا لو واحد وقع من كومه سكر، انخفاض في السكر خطيره جدا. ليه؟ لان هي ممكن خلال ساعه ساعتين خلاص يحصل irreversible central nervous system damage، يحصل ان هو حتى لو لحقناه في المستشفى كده حطوه على اجهزه تنفس صناعي وكده، بس ايه غالبا بيكون راح البيشنت لان حصل irreversible damage في البرين او السنتر نيرفس سيستم. بعض الادويه زي الثيازيد دايوريتيك لو اتاخد بجرعات اكتر من عاليه زي اكتر من 50 ملي جرام ممكن تعمل انسولين ريزيستنس. النياسين فيتامين بي 3 ده برضه في هاير دوزز بيعمل انسولين ريزيستنس، بيعلي السكر. فعشان كده يا جماعه بعض الفيتامينز مش شطاره ان انا اخد فيتامينز وخلاص هي ده فيتامين، لا فيتامين ممكن يكون ليه اعراض جانبيه سيئه يعمل لي سكر معايا. فجلوكورتيكويد زي ما اتفقنا، في بعض الادويه زي البنتاميدين بيبقى توكسيك للبيتا سيل، فده بتجنبه او بقى يعني بحاول ان انا يعني لو هاخده هاخده بدوز قليله او يكون ضروري يعني. حاجه زي الفينوثيازين، ماريجوانا، اندروجينز برضو بتزود الابيتايت وبالتالي بتزود الكالوري انتيك وممكن ترفع السكر. حاجه زي حاجه بقى الميكانيزم بتاعها مش واضح قوي، بس لقوها بترفع السكر زي الادويه اللي بتعالج الاتش اي في، وحاجه الحاجات الانتي فايرال والانتي سيكوتيك ايجنت، دول بيعلقوا السكر. ده باختصار الادويه اللي ممكن انديوس. احنا باختصار كده زي الجلوكورتيكويدز، زي بعض الفيتامين زي النياسين، زي الثيازايد لو في جرعات عاليه، زي ال احنا قلنا البيتا بلوكرز، زي برضو الكالسيوم شانل بلوكرز، الفينيتوين، كل دول ادويه ممكن تعمل سكر او تزود مستوى السكر في الدم. دي other contribution. تيجي بقى على حاجة مهمة جدا بنسميها ال diagnostic criteria. دي ال diagnostic criteria مهمة جدا جدا جدا، اللي هي أعرف بيها الراجل تقدر تقول أنت عندك سكر أو ما عندكش سكر. خلاص؟ عنده سكر الراجل الطبيعي، والله أقيس له يصوم لمدة 8 ساعات وأقيس له السكر عليه أقل من 100 بعد 8 ساعات صيام. خلاص، والصيام هنا معناه نو كالوري انتيك، يعني ممكن يشرب ميه بس ايه ما ياخدش اي كالوريز خالص، مش الصيام يعني مش شرط صيام. اما طيب ولو خد بقى جرعه جلوكوز، جرعه الجلوكوز دي قد ايه؟ 75 جرام. بعديها بساعتين اخد عين الدم، يعني هو صايم استيلو لقيته قلب 100 100 100. خلاص، طيب بعد جرعه الجلوكوز انا افتكرت الانترميديت جلوكوز توليرانس هنقولها دلوقتي. 2 اور ورا الجلوكوز توليرانس تيست، خلاص اقل من 140. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو صايم سحبت نوع الدم لقيتها 100، اقل من 100، ده كويس قوي. طب اديته جرعه جلوكوز بقى عشان اتاكد ان هو نورمال، يعني الجرعه دي قد ايه؟ 75 جرام. واستيله بعد سحبت عين الدم منه بعد ساعتين واستها لقيتها اقل من 140، يبقى الراجل ده 10 على 10. خلاص، طيب امتى يبقى عنده سكر واقول له لا انت عندك سكر؟ لما يكون الفاستنج صام 8 ساعات، جيت اقيس له السكر لقيته اكتر من او يساوي 126 ملي جرام بير دي سي لتر. بس بشرط كاتب لك هنا في اثنين، يعني ايه في اثنين؟ يعني بتقيس الفاستنج بلاد جلوكوز ليفل في يوم تاني مختلف، في يوم تاني مختلف عن اليوم ده. لو لقيت فيه نفس المشكله يبقى الراجل ده دايجنوز ده ان هو دايابيتك. خلاص، او ان الراندوم جلوكوز ليفل يعني يكون واكل وراندوم جلوكوز ليفل اعلى من او يساوي 200 مع ظهور السيمتومز، يعني عنده السيمتومز وسكره الراندوم 200، خلاص ده يبقى عنده سكر برضه. يعني بعض الكيسز اللي هتقابلنا يقول لك عنده السيمتومز وسكره 200 راندوم، ده ايه عنده سكر؟ عنده سكر. خلاص، تاني حاجه او ياخد جرعه الجلوكوز اللي هي 75 جرام ولاقيها بعد ساعتين، بسميه اللي هي اورال جلوكوز توليرانس تيست. ده يعني ايه؟ يعني ايه التيست ده؟ يعني هو من اسمه كده اورال جلوكوز، يبقى بديله جرعه جلوكوز بالاورال كام قد ايه؟ 75 جرام توليرانس تيست، يعني اشوف بقى التوليرانس بتاعه، يعني هل هو بيقدر يخلي الجلوكوز اقل من 200 ولا لا. لو خده ما لقيته، لو لقيته ما قللوش عن 200 يبقى الراجل ده عنده سكر، بس بشرط برضه اقيسه في يوم تاني برضه مختلف عشان اتاكد من الحاله دي. خلاص، طيب في فرق دلوقتي، في مشكله ما بين الايه؟ يعني هنا ال 100 ده نورمال في الفاستنج، لكن السكر 126. طب الفرق ده ايه بقى اللي هو من 100 لغايه 125؟
الفرق ده بسميه بري دايابيتك، ده اللي بسميه بري دايابيتك. لو في الفاستنج بسميه امبيرد فاستنج جلايسيميا، لو بعد ما ياخد جرعه الجلوكوز بسميه امبيرد جلوكوز توليرانس. امبيرد جلوكوز توليرانس اللي ساعات كده الواحد بيدرس حاجه 100 مره بس تيجي تعصلك معايا يعني. خلاص، فهنا من 100، اقل من 100 ده نورمال، اقل من 140 في الفطر ده نورمال برضه. طب نيجي بقى للامبيرد فاستنج، ما بين ال 100 و 125، يعني من 100 ل 125 ده امبيرد فاستنج. يعني ايه امبيرد فاستنج جلايسيميا؟ يعني سكره ما وصلش 126 فاقول عليه دايبيتك، ولا هو اقل من 100 فاقول عليه نورمال. فالحل دي بسميها بري دايبيتك او امبيرد فاستنج جلايسيميا، يعني سكر في الصايم مش عاجبني فبسميه امبيرد. خلاص، طب بعد ما اديته جرعه الجلوكوز في الامبيرد جلايسيميك تولرانس ده، بلاقيه من 140 واقل من 200، يعني 199، يعني من 140 ل 199 ده بقول عليه بري دايابيتك برضو بس امبيرد جلوكوز تولرانس، لان انا جيت له جرعه جلوكوز ولم يقدر الجسم على تقليلها اكتر من 140، المفروض تبقى 140 او اقل. خلاص، طيب دايابيتك خلاص معروف، اعلى من 126 صايم دايابيتك، اعلى من 200 فاطر ومعاه السيمتومز، او اعلى من 200 بعد ما ياخد جرعه الجلوكوز 75 بساعتين، اعلى من 200 ده يبقى ايه؟ ده اعلى من او يساوي 200، يبقى ده عنده دايابيتس، يبقى الراجل ده دايابيتك. يبقى هنا في الجدول ده عندي النورمال، عندي الاثنين اللي في النص دول عليهم بقول عليهم بري دايابيتك، عندي الاخرين ده بقول عليه ايه؟ دايابيتك. السكريننج، ايه هي الامريكان دايابيتس اسوشيشن كرايتيريا للسكريننج؟ اي ادلت هو ار اوفر ويت 25، قلت لكم الناس العاديه، و23 في الناس الاسيا شرق اسيا. في الادلت وذ ريسك فاكتور تيستنج شود بي بيجن ات ايج 45، يعني الناس اللي عندها ريسك فاكتور واحد او اثنين اعمل ايه؟ اي واحد اوفر ويت مبدئيا هعمل له ايه؟ دي الكرايتيريا بتاعت السكريننج. يعني السكريننج دي للتايب كام يا جماعه؟ للتايب 1، سوري تايب 2، السكريننج دي تايب 2. بلاقي عنده ريسك فاكتور او الاقي اوفر ويت، خلاص ده هعمله سكريننج كل 6 شهور، او يكون ادلت 45 سنه وعنده ريسك فاكتورز هبتدي اعمل له سكريننج. بالنسبه للتشيلدرن، الامريكان دايابيتس اسوشيشن ما بي يعني مش عامله ريكومنديشن قوي ان احنا نعمل لهم سكريننج. ليه بقى؟ لان لو في طفل حصل، احنا بس نعمل لهم بروتكشن، نعمل لهم اميونايزيشن بحيث ان هو ما يحصلوش ايه اي انفكشس ديزيزز تؤدي الى تنشيط الاميون سيستم بشكل قوي ممكن يضر البيتا سيل. لكن ما بيعملش ما بيعملوش قوي تيستنج، يعني يقول لك هنا بيجين تيستنج بتاع ايج 10 سنين في الورد، في الجديد بتاعنا في البورد، ان احنا مش شرط ان احنا نعمل له سكريننج. ليه؟ لسبب بسيط، هو لو جاله سكر هيبان عليه، هيبان عليه جدا، يعني هتلاقي لان هو اللي بيحصل ايه؟ مفيش انسولين خالص، فتلاقي الطفل على طول بيخش تورة المية، فعلى طول بجري بيه ايه على الامرجنسي، بلاقي إيه سكره عالي جدا، فبعرف ان هو عنده سكر يعني. فمش محتاج ان انا يعني خلاص ايه اتابعه، يعني هو كده بيبقى كده كده، اول ما يجي له سكر في خلال اسبوع بيبان عندي. دي الدايابيتيك كومبليكيشنز اللي احنا قلنا عليها، دي المايكرو فاسكولار كومبليكيشنز، اوكيولار ونيفروباثي. الاوكيولار اللي هي العين بيحصل ريتينوباثي، ده مش في العين. النيفروباثي، معلش انا ماشي بسرعه شويه عشان اقدر اخلص لكم اكتر كام، يعني عشان البورد كبير بصراحه يعني انا بحاول اخلي لكم ماده شيقه بس ايه، بس البورد كبير. في طبعا في حاجه اسمها الجيستيشنال دايابيتس هنتكلم عليها، مهمه جدا، بس هديكم ريست حوالي 10 دقائق بعد ما اخلص. دي المحاضرة. اتفضلي. الو، في حاجة اسمها النيفروباثي. النيفروباثي دي اللي هي بداية دامج في الكدني، خلاص، فبيبتدي البروتين ينزل في البول، ده بيحصل ل 30% من مرضى السكر، وممكن يوصل لمرحلة الغسيل الكلوي كمان. فدي لازم اعمل اشوف، هنشوف ازاي هنعمل لها مانجمنت ان شاء الله. النيوروباثي اللي هي الاعصاب الطرفيه مبيبقاش يحسس بيها، ممكن الاعصاب المغذيه للمثانه فيحصل يورينري ريتنشن، او مغذيه للمعده تخلي تلاقي الراجل ياكل لا الاكل يقعد في البطن يومين. ليه؟ الاعصاب المغذيه للمعده حصل فيها تلف، فتلاقي المعده الموتيليتي بتاعتها مش مظبوطه، فيحصل له جاستروباريسيز، يعني شلل معوي او معدي بالاصح. يورينري ريتنشن، شلل في المثانه بتاعته، خلاص المثانه ما بتستجبش ويحصل بولي يركض فيها، يفضل فيها ما تلاقيش انه عايز يخش الحمام على الرغم ان المثانه بتاعته ممتلئه. خلاص، عقم، امبوتنس، بوستيرال هايبوتنشن، كل ده نتيجه ايه؟
دامج في الاعصاب، ده بيحصل نتيجه ايه؟ البور مانجمنت بتاعت الدايبيتس على مدى سنين، وبالتالي بيحصل فيه المشكله دي. في الماكرو فاسكولار بقى، الحاجات اللي هي متغذيه بشرايين كبيره زي القلب، ده بسميها زي الكورونري هارت ديزيز والاثيروسكليروزس، وزي ما شرحت لكم في الاول ان هو بيؤدي لارتفاع الدهون، نسبه الدهون في الدم، ولو هيصاحب بعد كده تصلب شرايين وارتفاع في ضغط الدم، وممكن في النهايه يؤدي الى ايه؟ امراض القلب اللي احنا هناخدها ان شاء الله بالتفصيل بعد كده. ممكن يعمل ستروك في البرين خاصه لو بلاد بريشر عالي، وممكن يعمل اثيروسكليروز سواء في الهارت او في البريفرال فاسكولار ديزيزز. في بقى حاجه اسمها الهيموجلوبين اي 1 سي، دي اخر حاجه هقولها قبل الريست اللي بتاعنا. معلش هديكم ريست كده عشان بس ايه تشربوا اي حاجه. الجلايكوزيليت الهيموجلوبين ده من ضمن الكرايتيريا اللي بستخدمها في الدياجنوزس، ما قلتهاش في الدياجنوزس، احنا قلنا الدياجنوزس قسنا البلوك جلوكوز ليفل لقيناه اقل من 100 نورمال صايم، اكتر من اقل من 140 فاطر او بعد ساعتين من جرعه الجلوكوز بسميها اورال جلوكوز تولرنس تيست برضه نورمال. طيب البري دايابيتك لا، من 100 ل 125 ده بري دايابيتك لو صايم، ومن 140 لغايه 199 ده برضه بري دايابيتك لو بعد جرعه الجلوكوز ماشي. طب عنده سكر لا اكتر من 126 او يساوي 126 اكتر من او يساوي 200 فاطر، ده يبقى كده عنده سكر. خلاص يبقى عندنا 3 مراحل، نورمال بري دايابيتك والايه الدايابيتك. هنا الهيموجلوبين اي 1 سي اقدر استخدمه في الدياجنوزس، بيقول لك اعلى من 6.5 ده بعتبره دايابيتك، بس هو مش اكيوريت زي البلاد جلوكوز ليفل. يعني الكرايتيريا المستخدمه الاكثر اللي هي الدقيقه قوي هي ان انا اقيس البلاد جلوكوز ليفل، لكن ممكن اقيس الجلايكوزيديت الهيموجلوبين المفروض اقل الاقيه اقل من 6.5، لو لقيته اعلى من 6.5 اكبر من 6.5 يعتبر دايابيتك. خلاص طب ايه الهيموجلوبين اي 1 سي ده؟ او ايه جلايكوزيديت الهيموجلوبين ده؟ عباره عن هيموجلوبين سب تايب من الهيموجلوبين اسمه اي 1 سي، بيحصل له السكر يعلى في الدم بيحصل له جلايكيشن، يعني السكر بيمسك فيه وبيسميه جلايكوزيليتد او جلايكوزيليتد هيموجلوبين او هيموجلوبين اي 1 سي جلايكوزيليشن، فبيحصل له السكر بيمسك فيه بيرمننت لغايه ما الهيموجلوبين ده يتكسر في السبلين في الطحال، فبيقعد حوالي 3 شهور ثابت ما بيتغيرش. يعني تلاقيه الهيموجلوبين اي 1 سي مثلا اقيسه النهارده ما بيحصلش فلكتويشن، مش بعد يومين الاقيه مثلا بقى 5 وبعد 3 ايام بقى 8، لا هو بيفضل ثابت اقيسه 6.5 غالبا بيفضل على الرينج ده لمده مثلا 3 شهور. خلاص فالنورمال بتاعه من 4 ل 6، 6.5 بعتبره دايابيتك. خلاص التارجت بتاعي في الامريكان دايابيتس اسوشيشن 7 او اقل من 7، عشان يعني لو حد عنده دايابيتس انا مش بحاول اوصله 6.5، وهقول لكم ليه مش بحاول اوصله اقل من 6.5، احنا قلنا اقل من 6.5 خلاص ده مش عنده سكر خلاص. لكن ليه بحاول اوصله ل 7 كفايه بقول برضه ب 7؟ لان المحاوله الاجريسيف لتنزيل السكر باستمرار ممكن تخلي البيشنت يوصل لمرحله الهايبوجلايسيميا، وزي ما شرحت لكم من شويه الهايبوجلايسيميا خطيره جدا ممكن تؤدي الى يعني وفاه لو ما حصلش ادراك للحاله دي. ده عندي فايده بقى ان الهيموجلوبين اي 1 سي ده كل ما اتحكم فيه يا جماعه، وهنشوف في البورد بتاعنا، كل ما اتحكم فيه وخليه اقل من 7 كل ما تجنب الكومبليكيشنز اللي احنا قلنا عليها، الاي الكدني كل الدنيا دي هتحكم فيها كويس جدا. خلاص هتبقى احسن بكتير تحسن. يعني هنا الدراسات دي سي سي تي بيقول لك ان في 60% الريتينوباثي بتقل والاند ستيج رينال ديزيز برضو بتقل خلاص، والنزول 42% في الكارديو فاسكولار ديزيز و57%، كل دي مش مطلوبه مننا بس مطلوب ايه يعني تقول لك ازاي ان انا لو انا قللته لغايه 7 بوصل لنتائج حلوه جدا في معظم الدراسات. فده بيخلي يعني بيخليني اتابع الراجل ليه كمان بتابعه الهيموجلوبين اي 1 سي. بعض المرضى يا حماقه يا جماعه بيجي لي عايز يطلع ما عندوش سكر، يبقى عامل ايه؟ ماشي يعمل اكسرسايز، ينزل يتمشى كتير، وياكل سلطه، ما ياكلش اي حاجه فيها سكر ولا كالوريز ولا اي حاجه، عشان يجي لي اقول له يا سلام انت ما عندكش سكر عالي الحمد لله انت كويس. لا انا مش عايز كده، انا عايزه في الطبيعي بتاعه بدون اكسرسايز بدون صيام، جاي لي بطبيعته كده اقيس له الحاجه صايم او فاطر ملوش دعوه. خلاص فانت مش هتضحك على ايه؟ هيموجلوبين اي 1 سي بتاعك اعلى من 6.5 انت عندك سكر، اعلى من 7 كل ما يعلى بقى 7 8 في ناس عندها 10 و11 و12 ده معناها ايه؟ ان الدنيا عنده ضايعه خالص يعني معايا؟ فده هنا النهارده هقف لغايه
الهيموجلوبين A1C، وهديكوا 10 دقايق يعني، هنرجع 9 و10 نكمل إن شاء الله يعني ربع ساعة. ماشي، حد عنده سؤال قبل ما نقوم ناخد ريست؟ هكمل يعني، هكمل بعد الريست حوالي ساعة إلا ربع كده عشان ما أطولش عليكم، وبعد كده نخلص المحاضرة إن شاء الله. حد ليه سؤال قبل ما ناخد؟ حد ليه سؤال يا جماعة؟ طيب طيب ماشي، السلام عليكم. نسجلها بقى، نسجلها هنا. طيب دلوقتي احنا بنسجل، وكويس ان احنا افتكرنا دلوقتي. الجستيشنال دايابيتس هو من اهم الانواع المهمه في ان انا اعمل لها مانجمنت، وسبب اهميتها ان هي اثارها وتبعاتها لا تنعكس على الام بشكل رئيسي، بل تنعكس على الطفل. والانعكاس على الطفل ده قد يؤدي الى في الفتره دي، في فتره الانفنسي دي اللي هي الفتره لسه جوه يعني لسه جنين، ممكن يحصل له كومبليكيشنز لا يمكن تعديلها في المستقبل، يفضل طول عمره عايش ببعض الايه العاهات يعني. فالجستيشن دايابيتس لازم اتحكم فيه كويس جدا، ولازم اعمل له اعرف امتى القطه. طيب امتى القطه؟ اولا تعريفه هو جلوكوز انتوليرانس، يعني جلوكوز يعلى في الدم during pregnancy، وخاصه الثيرد تريمستر او في الشهر من الشهر السادس للسابع، الثيرد تريمستر. ماشي، طيب قد ايه بيحصل؟ بيحصل في نسبه كويسه من الستات، يعني حوالي من 1% ل 14% في بعض الدول، بيوصل ال 4 14%. وخلي بالنا ان 4% من الستات بيحصل كومبليكيشنز نتيجه للسكر ده. يعني موست كومن فين؟ في الثيرد تريمستر. طيب نيجي بقى نبص على، طبعا هنا بيشرح لي البري دايابيتيك خلاص عرفناها، الامبيرد جلوكوز توليرانس والامبيرد فاستنج جلوكوز، الاي جي تي والاي اف جي درسناهم، والاذر تايبس اوف دايابيتس ميليتس. طيب السكريننج بتاعت الدايابيتس قلنا تايب 1 مش شرط ان انا اعمل له، ليه؟ لان هم سيمتوماتيك بيشنت، خلاص هعمل له سكريننج ليه؟ هو اول ما بيجي له بيظهر عليه. لكن المشكله في تايب 2 ان هو ممكن يقعد سنين وسنين عنده بس مش واخد باله، نتيجه ان هو ارتفاع مش اوفرت. يعني ايه؟ احنا قلنا اعلى من 200، فممكن يفضل في فتره من عمره 250 220 230، يعني عنده سكر بس مش واخد باله. امتى يظهر؟ امتى ياخد باله؟ لما سكر يوصل ل 350 و400. فانا طب ايه؟ طب ما استنى لما يظهر عليه؟ لا، لو استنيت لما يظهر عليه الفتره اللي هو قعدها وعنده دايابيتس دي هتاثر على عينيه وعلى الكلى وعلى زي ما حكينا في الايه في الانترودكشن. فهنا مهم قوي اي واحد عنده 45 سنه هعمل له يعني انسبكت بلاد كوز ليفل افري 3 ييرز اف نورمال، لو هو نورمال يعني. وبري دايابيتك كل 6 شهور، انا قلت كل 6 شهور دي لو هو بري دايابيتك. طيب لو وزنه 25، البادي ميس اندكس 25 او اكتر، او بالنسبه للاي سي ان زي ما قلت لكم 23 اهي، ده بقول عليه بعمل له برضه سكريننج. زائد واحد من الريسك فاكتورز اللي احنا ذكرناها، قلنا هيستوري اوف كاردفاسكولار ديزيز، هيموجلوبين A1 سي اعلى من 5.7، هيستوري اوف بوليسيستيك اوفري سيندروم، الاتش دي ال هايبرتنشن، او الست اللي جالها جيستيشن دايابيتس قبل كده سكرها ارتفع وهي حامل، او ولدت عيل وزنه اكتر من 4 كيلو او اكتر، او في فاميلي هيستوري او فيزيكال انكتيفيتي، دي كلها قلناها في الانترودكشن. دي اللي الريسك فاكتورز، مين اللي عامل له سكريننج؟ لو هو 45 كل 3 سنين هعمل له سكريننج، لو هو البادي ماس اندكس بتاعته اعلى من 25 او 23 في الانسي هعمل له سكريننج، لو هو عنده ريسك فاكتورز من اللي احنا قلناها دول هعمل له سكريننج اتابعه اشوف عنده سكر ولا لا. تمام، نيجي بقى للجستيشنال دايابيتس، ده موضوع مهم جدا في تشخيصه ولازم نبقى عارفينه عشان نقدر ننصح اي واحده حامل تعمل ايه. بالنسبه للستات الحوامل، اول حاجه احنا بنعمل لها بلاد جلوكوز ليفل في اول زياره، اللي هي الست اللي يعني بتروح تعمل بقى متابعه حمل في بدايه الحمل خالص، سكر الدكتوره روتين ورك كده ان هي تطلب منها سكر في البول وتحليل سكر في البول وتحليل سكر في الدم. لو لقيت السكر كويس وفي النورمال فاليوز يبقى الحمد لله ما عندهاش سكر، يبقى كده اتاكدنا ان ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش
سكر undiagnosed، يعني ما عندهاش سكر وهي مش عارفه، خلاص اللي هو تايب 2 ما عندهاش، الحمد لله. نيجي بقى في الاسبوع ال 24 اعمل سكريننج، يعني احنا دايما هو ايه موست كومن في الثيرد تريمستر، ف في الشهر السادس للشهر السابع ابتدي اعمل الايه السكرين بتاعي على الجستيشنال دايابيتس يوزنج اورال جلوكوز تولرانس تيست. خلاص طيب ازاي بقى؟ هنا بقى في اختلاف. اورال جلوكوز تولرانس تيست في الناس اللي هي تايب 1 وتايب 2 كنت بديله 75 جرام زي ما هو مكتوب عندكم هنا. هنا ايه ادي الكرايتيريا بتاعت الدياجنوز اللي احنا خدناها من شويه، اللي هي 126 في صايم يبقى عنده سكر، اكتر من 200 فاطر او بعد 75 جرام من جرعه جلوكوز بسميها اورال جلوكوز تولرانس تيست اهو، ده الناس العاديه اللي هي الدايابيتك العاديه، اللي هي اكتر من 200 يبقى ده ايه عنده سكر، هيموجلوبين او اي 1 سي اكتر من 6.5 بقول عنده ايه عنده سكر. كل ده للناس العاديه اللي هي مش حامل، يعني ست او راجل مش حامل، والست مش يعني الست مش حامل والراجل خلاص تايب 1 او تايب 2 هو تشخيصه كده. تاني الكرايتيريا بتاع تشخيص الناس اللي هي مش جيستيشنال دايبيتس اللي هي تايب 2 او تايب 1 ايه هو؟ قيس السكر صايم 8 ساعات بدون دايت او بدون اي كالوري يطلع اقل من 126، ده اسمه اكتر من 126 او يساوي 126 ده اسمه عنده سكر، او فاطر وعنده اعراض السكر زي البوليوريا واللي هو يخش حمام كتير ويعطش كتير وكده يبقى ده عنده سكر برضه، او اديله جرعه جلوكوز بسميها اورال جلوكوز تولرانس تيست 75 جرام وبعد ساعتين اقيس له الجلوكوز، لو لقيته اعلى من 200 او يساوي 200 يبقى ده عنده سكر، ده في تايب 1 وتايب 2. او زي ما قلت لكم قدامكم دلوقتي في الهيموجلوبين اي 1 سي لو 6.5 او اكتر ده بسميه عنده برضه دايابيتس ميليتس. نيجي بقى على الجستيشن، الجستيشن المختلف شويه عشان كده الكرايتيريا بتاعت الدايجنوزز بتاعته مختلفه. هلاقي ان انا في الست الحامل ببقى حساس اكتر، بمعنى برضه ممكن اعمل لها نفس التيست، يعني انا بقى المره دي هعمل لها تيست ايه صايم وفطر، هتصوم برضه 8 ساعات من غير ما تاكل اي كالوري انتيك، وغالبا بيبقى وقت النوم والصبح يعني بدري بتجيلي بقيس لها البلاد جلوكوز ليفل المفروض ان هو يطلع كام في الناس العاديه اللي هي مش حوامل، المفروض يطلع اقل من 100 خلاص ده النورمال، لكن في الست الحامل لا عايزه اقل من 92، لو اكتر من 92 بعتبر ده سكر. تخيلوا يعني في السكر في الست الحامل بعتبر ارتفاع السكر في الصايم عن 92 ده بعتبره ده جستيشنال دايبيتس، عشان كده انا ركزت لكم على ان انا في كتاب البورد على الحته دي ان انا الدياجنوستس كرايتيريا في الحامل مختلف عن الايه الناس العاديه. طيب وبعد ساعه اديها بقى يعني هي صامت 8 ساعات استلها طلع اكتر من 92 يبقى دي ايه احتمال كبير عندها جستيشنال دايبيتس، اديها جرعه الجلوكوز اللي هي 75 خلاص بعديها بساعه اخد عين الدم لو لقيته 180 او اكتر ده بياكد لي ان هي عندها سكر الحمل، بعد ساعتين لو لقيته اكتر من 153 برضو بياكد ان هي عندها سكر الحمل. خلاص كل ده يعني اتنين من دول يكفوا تشخيص الايه الفاستنج 1 اور او فاستنج 2 اور في الرينجز دي يدل على ان الست دي عندها جيستيشنال دايابيتس. في ابروتش تاني بيسموه تو ستيب ابروتش، تو ستيب ابروتش يعني اسلوب مختلف، يعني هو المستخدم غالبا الاول اللي هو وان ستيب ابروتش، يعني هي تبقى صايمه اقيس لها اكتر من 92 عندها جيستيشنال دايبيتس اكتر من 180 وبعد ساعه اكتر من 153 بعد ساعتين يبقى دي عندها جيستيشنال دايبيتس. في طريقه اختبار مختلفه برضو معتمده اللي هي بيسموها تو ستيب ابروتش، بديها 50 جرام مش 75 بقى وكنت نان فاستنج مش صايمه ولا حاجه في الشهر السادس للشهر السابع، بعد ساعة لو لقيتها أقل من 140 خلاص يبقى دي كويسة زي الفل، لكن بعد ساعة لو لقيتها خدت عين الدم ولقيت السكر أعلى من 140 يبقى دي هعمل إيه بقى؟ هرجع للإيه؟ للفاستنج أورال جلوكوز تولرانس اللي أنا عملته فوق، بس المرة دي هديها 100 جرام وأتبع نفس الكرايتيريا اللي فوق دي خلاص؟ يبقى هي بس في البداية كده ممكن بعد ما من غير ما تصوم ولا حاجة أديها 50 جرام وأقيس السكر، لقيته أعلى من أقل 140 تمام كده الحال، ما لقاش 140 برجع للي فوق بس بديها 100 جرام بدل 75 خلاص. دي بسميها تو ستيب ابروتش.
البري دايابيتيك دايجنوزس، ازاي اعرف ان هو بري دايابيتيك؟ قلت لكم ده طبعا ملوش دعوه بالجستيشنال، الجستيشنال مختلف. قلت لكم ايه الجستيشنال مختلف في ايه؟ في حكايه ان هو الرينج بتاعته مختلفه، فعشان كده عايزين يا جماعه نبقى عارفين ايه الست الحامل نقدر ننصحها نقول لها ايه. تمام؟ طيب طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه دلوقتي، كنت بغطي على الاجابه بس انتوا شفتوها خلاص. عشان كنت عايز احل معاكم الكيس دي. تعالوا نقرا الكيس دي ونشوف الراجل ده ممكن نعمل له مانجمنت ازاي. سامعين الدنيا ماشيه كويس؟ اعتقد الدنيا ماشيه كويس. تمام، بصوا يا شباب، الراجل ده او الست الراجل ده عنده 56 سنه وعنده تايب 2، عنده تايب 2 دايابيتس ميليتس، بياخد ميتفورمين عشان يقل يعني السكر عنده يقل. يعني احنا هنشوف بقى طرق العلاج تايب 2 وطرق غير تايب 1. تايب 1 ملوش غير علاج واحد، ايه؟ انسولين على طول دايركت. ليه؟ لان مفيش انسولين عنده خالص. لكن تايب 2 ممكن استخدم ادويه تساعد الانسولين اللي موجود ان هو يقوم بوظيفته، فببتدي بالميتفورمين. الراجل ده بياخد ميتفورمين، وصل الماكسيمم دوز بتاعته اللي هي 2000 في اليوم، يعني بياخد 1000 الصبح 2000 مللي جرام في اليوم، خلاص بياخد 1000 مرتين. He has no other chronic history of cardiovascular disease, chronic disease or a history of cardiovascular disease. His current vital signs and laboratory result. اشوف بقى الايه الفيتال ساينس والدنيا بتاعته. Blood pressure كام؟ 148. يبقى دي اول معلومه عندي اركز عليها، 148 على 78. والله الدايستول كويس بس السيستول عالي 148، واحنا الطبيعي بتاعنا 120، ففي ارتفاع بسيط في السيستوليك بلاد بريشر. خلاص، الهارت ريت 74 معقول، الهيموجلوبين اي 1 سي 6.9. خلاص انا شايفين ان هو التارجت بتاعنا كام، احنا قلنا النورمال اقل من 6.5، الراجل ده 6.9، بس هو دايابيتك، مش شخص ان هو دايابيتك. التارجت بتاعي في الدايابيتك ان اوصل اقل من 7، فالحمد لله الراجل ده محقق الاقل من 7، يبقى كسكر الدنيا متظبطه. Which agent if added to the current regime has the most potential to reduce both micro and macro vascular complications. احنا عارفين يا جماعه ان السكر من ضمن الاسباب المسببه للامراض الكلى والايه والقلب والعين والكلام ده، بس مش بس السكر، السكر والهايبرتنشن الضغط. يعني لازم اظبط حاجتين اساسيين يا جماعه عشان اقلل من فرص حدوث خلل في مرض، يعني تلف في الكدني او تلف في العين. عشان دايما يقول لك ايه سكر عالي فالكدني بتاعته ضربت، وفي ناس تانية بره يقول لك ايه ضغط عالي وجاله هايبرتنسيف كرايسيس ودخل المستشفى وطلع بايه رينال فيلير، جاله فشل كلوي في ارتفاع ضغط رهيب، كل في سيخه مش عارف ايه، عمل حاجات من الحاجات اللي هي الاجرام دي وردفع الضغط ارتفع بشكل رهيب، يطلع بايه يعالج الضغط وينزلوه بس الكدني راحت مني. فمن ضمن الحاجتين الاساسيين اللي انا اظبطهم هما السكر وايه والضغط. فهنا بالنسبه للسكر احنا شايفين ان الراجل ده اكوردنج، هو ما ادانيش فاستنج وبوست برانديال، ما ادانيش صايم وفطر، لكن اداني هيموجلوبين اي 1 سي ولقيته في الرينج الايه المطلوب. يبقى ايه المطلوب عنده يظبط الضغط. فهو هنا كل الاختيارات انسولين ده عشان اظبط السكر. خلاص، احنا السكر قلنا كويس، الجلايبرايد برضو ده زي الاميريل كده برضو سلفونيه برضو بيظبط السكر، النياسين برضو بيظبط السكر. يبقى الثلاثه دول انا مش محتاجهم بسبب ان الراجل ده سكره كويس في التارجت بتاعي. يبقى الراجل ده انا محتاج اظبط له اكتر ايه، اللي اديله سام انتي هايبرتنسيف ايجنت اللي هو ليسينو برال. يبقى الاجابه الصحيحه هنا عشان السكر متظبط انا هحاول اظبط الضغط، فهختار الليسينو بريل على الرغم ان هو مش تبع الشابتر ده. يعني انت في الامتحان الفاينل مش هيجي لك كيس مخصوصه بشابتر، كل شابتر لوحده، لا هيجي لك كيس فيها سكر وضغط وهايبر ليبيديميا. فانت لازم تختار، والاختيارات مش ايه مش بتعتمد على شابتر واحد، فممكن هتلاقي نفسك في النهاية بتبقى عندك القدرة إن أنت تجاوب من كذا شابتر، يبقى المعلومات عندك يعني متربطة ببعضيها يعني، وتشوف المشكلة فين بتاع. يعني هنا المشكلة سكره كويس، يبقى أنا ليه آخد حاجة تانية أظبط السكر؟ أنا عايز إيه هدفي؟
هو السؤال ازاي اقلل المايكرو اند ماكرو فاسكولار كومبليكيشن؟ هل السكر بس المذكور؟ لا، والضغط كمان، يبقى انا ممكن اقلل الضغط. طيب الجولز زي ما قلت لكم، من الجولز اوف دايابيتيك مانجمنت ان نون بريجننت ادلت، الاهداف بتاعتي. الهدف بتاعي يا جماعه ان انا اقل، اول حاجه ان انا امنع الكومبليكيشنز، اكيوت وكرونيك كومبليكيشنز. الهدف الثاني ان انا امنع الاكيوت كومبليكيشنز زي الهايبوجلايسيميا والهايبر جلايسيميا عكسها والدايابيتيك كيتو اسيدوزيس هناخدها. نمنع الماكرو والمايكرو فاسكولار كومبليكيشنز. الجلايسيميك ثيرابي جولز بقى، البلاد جلوكوز ليفل يوصل كام؟ انا عايز والله، بصوا يا شباب، لازم اعالج المريض، لازم اعالج المريض، لازم اديله ارقام، انا عايز اوصل لكذا يبقى كويس. بالنسبه للهيموجلوبين اي 1 سي انا عايزه 7، اقل من 7، اقل من 7 ده كويس قوي، زي الحاله اللي فاتت 6 و9 10 ده معقول جدا، يبقى ده ماشي يا شباب. بس احمد، ايوه دكتور احمد، سامعني؟ هو في اكتر من حد بيقول الصوت مش واضح. اكتر من حد بيقول الصوت مش واضح. فانا مش عارف المشكله في ايه. انت برضو عندك الصوت بيقطع؟ لا الصوت كده كويس، انا الصوت كده كويس. طيب هستمر، ولو كده خش قاطعني تاني. ماشي، طيب ماشي، هعمل ميوت بس. الجلايسيميك ثيرابي كنترول، ان انا اوصل الى اللهم صل على حبيبي المصطفى، ان انا اوصل ل 7 الهيموجلوبين، اقل من 7 هيموجلوبين اي 1 سي. صايم مع ما يعلاش عن 130. احنا عارفين ان النورمال يا جماعه المفروض ما يعلاش عن 100، لكن في اللي عنده سكر انا ما بسعاش ان انا اوصل له السكر لاقل من 100. ليه؟ لان انا عشان اعمل كده هديله، ازود جرعه الدواء، ولما ازود جرعه الدواء معرض، لو هو مثلا ايه اتلهى، ما كلش، عمل اكسرسايز زياده ما كانش معتاد ان هو يعمله في حياته الطبيعيه المعتاده، يعني سكر محتاج. دكتور الصوت فعلا صعب، يعني هو بيقطع على طول. طيب ماشي، هحاول اشوف الشبكه في اي لحظه واحده. الصوت صعب جدا، ماذا افعل؟ اعتقد الصوت دلوقتي احسن، اعتقد يعني. بس انا مش عارف هل، لا هو فعلا بيقطع، مش عارف، هحاول احل المشكلة دي. هو قد يكون المشكلة عندي في الشبكة، في النت يعني، أنا مش عارف أحل المشكلة دي إزاي. طيب انا هحاول، يعني هحاول اعلي صوتي بقى من الموضوع، مش تعليق الصوت او كده. بس اتمنى ان يعني هو المحاضره هتوصل لكم مسجله كويس كتسجيل، مش هيبقى فيها تقطيع، لكن التقطيع بسبب الانترنت ده انا مش تحت سيطرتي بصراحه. هو حاجه برضو ايه تضايق، يعني النت ساعات بيشتغل كويس جدا وتلاقي الناس سامعه كل حاجه، واحيانا تانية زي المره دي كده بيرخم. فيا رب يا رب الوضع يبقى يتحسن يعني، وتسمعوا احسن يعني. انا قلت عايز الفاستنج يا شباب يصل الى
طيب تدوني دقيقة واحدة هروح مكان قد يكون فيه شبكة أحسن، أو أخاف النت يفصل. طيب هكمل، وبرضه يعني خش برضه قطعوني تاني لو الصوت مش واضح، ماشي؟ عشان أتوقف يعني. طيب الفاستنج بلاد جلايسيميا، أنا مش بحاول أوصله أقل من 100 زي الراجل النورمال، إيه السبب؟ السبب إن أنا لو كده هتلاقيني عمال اديله ادويه عشان اقلله اقل من 100، فيوصل مره مثلا ما ياكلش الاكل الوجبه المعتاده بتاعته، او ياكل اقل من المعتاد، او يعمل اكسرسايز يتحرك يعمل مشاوير وينسى ياكل، الاثنين في بعض يضرب مني في الشارع ساكت خلاص. طيب يبقى انا عشان كده بخلي فيه مسافه اعلى من لغايه 130 سم، ده كويس قوي يعني، مش اعلى من 130 ولا اقل من ايه؟ من 80 طبعا، لكن انا بحاول تارجت ال 130. في الفاطر في بعض الوجبات يعني بحاول اتارجت ال 180، 180 كويس خلاص يعني، ما بحاولش اوصله ل 140 بقى اللي هي الراجل النورمال، لا بوصله لايه؟ ل 180، ده الايه؟ الكويس بتاعي، لنفس السبب ان هو ما يحصلليش فجاه هايبوجلايسيميا وانا مش واخد بالي. طبعا البلاد بريشر لازم اظبطه زي ما اتفقت معاكم، ما يقلش عن يقل عن 140 90، فالحاله اللي فوق كانت 100 حاجه و40، 100 كانت كام؟ 148 معناها، فيعتبر طبعا بالنسبه ليهم عالي يعني، او بالنسبه للجايد لاينز يعني خلاص. الليبيدز طبعا هناخد شابتر كامل على الدهون عشان اعرف ايه الهدف بتاعي، ان انا اظبط الشوجر البلاد ليفل الليبيدز عشان اقلل فرصة حدوث كارديو فاسكولار ديزيز. بالنسبة للست الحامل عايز اقلل لها الفاستنج بلاد جلوكوز ليفل عن 95 خلاص، واقلل لها ال1 اور عن 140، واقلل لها ال2 اور او البوست برانديال بعد الوجبة عن 120. هو دي الاهداف بتاعتي. فالست الحامل بديها حاجات يعني ايه؟ اولا الست الحامل ما بتتعالجش بايه؟ بادوية سكر، بتتعالج بايه؟ بانسولين بس. ليه؟ عشان ما نقدرش نديها انتي دايبيتك ايجنت ياثر على الفيتس بتاعها على الجنين. تاني حاجه بديها انسولين بجرعات تخلي لها السكر اقل من يعني من الرينجات دي، 95 صايم و140 بعد ساعه من الاكل و120 بعد ساعتين من الاكل، ما يزيدش عن كده. ليه؟ لان انا لو ما حصلش كنترول للست لهذه المراه الحامل سيحدث ان الجنين يحصل له بعض المشاكل، منها ماكروسوميا. ماكروسوميا يحصل نمو زياده عن الطبيعي، وراسه تكبر يجي يتولد ما يعرفش يتولد، زائد ان الماكروسوميا دي ليها متلازمه يعني، فيها مشاكل تانية الطفل بيتولد بيها من غير ما نخش في تفاصيلها. فعشان كده عشان اتجنب الماكروسوميا دي والصفره ومشاكل تانية زي الريسبيراتوري ديستريس سيندروم، بحاول ان انا اخلي الست في فتره الحمل من الشهر السادس لغايه الشهر التاسع في رنجات الايه؟ السكر دي خلاص. اتمنى تكونوا سامعين دلوقتي احسن، ولا ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا سامعين دلوقتي احسن يا رب. سامعين؟ طيب اتمنى يكون الوضع افضل يعني. انسولين اونلي، دكتورة اسماء كاتبة انسولين اونلي. انسولين اونلي في الحوامل طبعا. تمام. البنفيتس بقى بتاعت ان انا اظبط السكر، اقلل فتره حدوث اقلل يعني فرصه حدوث خلل في الشبكيه او تلف في الشبكيه، تلف في الاعصاب، تلف في الكدني، كل ده بقى اقلل فرصه حدوثه، وده اتكلمنا فيه كويس. هنا طبعا ده محلول برضو. هنا ده بصوا بقى يا شباب، بالنسبة للكيس دي، ده يعني ولد أو مريض وزنه 80 كيلو، وعنده تشخص إن هو عنده تايب 1 دايابيتس ميليتس خلاص. اكتشفنا إن بلود جلوكوز ليفل بتاعه كام؟ 326، عالي جدا خلاص. 326 ده عالي، الراجل تايب 1 فخلاص كده هيتعالج بإيه؟ بإنسولين. مش هديله أدوية بقى لا سيدوباج ولا أمريل ولا الحاجات اللي إحنا هندرسها كلها دي. ليه؟ لأن هو تايب 1، مفيش انسولين في جسمه، وبالتالي بنعالجه فقط باستخدام الانسولين، وممكن يديله امايلين زي ما هنقول خلاص. طيب
عنده signs and symptoms of hyperglycemia، يعني عنده بوليوريا وعنده الاعراض دي، which is the most appropriate initial dose of rapid acting insulin before breakfast for this patient. يبقى هديله طبعا احنا كل ده ايه كل ده الكيس دايما في البورد دايما تقراها بيديك كيس على اللي لسه هيشرح. طبعا احنا ما شرحناش الانسولين، فدلوقتي هنشرح الانسولين بس يعني الكيس دي لسه الشرح بتاعها هيجي. before breakfast بيقول لك اديله رابيد اكتنج انسولين قبل البريكفاست قد ايه؟ اديله قد ايه؟ assume TDI. ايه TDI دي؟ دي اسمها total daily insulin. هحكي لكم قصه صغننه كده عشان عشان اوضح لكم ازاي احنا ممكن يعني لما نبقى يعني عندنا شويه نوع من الجهل يعني بالمانجمنت اوف diabetic patients، خاصه اللي بياخدوا انسولين، ايه اللي ممكن يحصل. يعني كنت واقف مره في صيدليه، ما كنتش يعني كنت بعد باخد حاجه، فلقيت واحده ست اوبيز وزنها واضح ان هو معدي ال 100 كيلو. يعني المشكله الست دي يعني بدات تمشي على انسولين، يعني هي ماشيه على انسولين دلوقتي، ما بتاخدش اورال هايبوجلايسيميك ايجنت، وبتشتكي للصيدلي اللي واقف وبتقول له يا ابني انا من الصبح ما كانتش اي حاجه، من امبارح بالليل ما كانتش حاجه، وصحيت الصبح لقيت سكري 380 حاجه كده عالي جدا. خلاص طبعا احنا عارفين ليه، عارفين ليه هي وهي صايمه دلوقتي، عرفنا ان سبب ارتفاع السكر على الرغم ان هي لم تاكل هو ان الليفر بيصنع ايه جلوكوز بسبب عدم وجود الانسولين، وعمال يصنع جلوكوز، عمال يصنع جلوكوز بيستقبل بس الجلوكاجون واللي بيامره ان هو يصنع جلوكوز، فبيزود البلاد جلوكوز ليفل. خلاص فالست دي عماله تشكي للدكتور. طيب خدت الانسولين وبرده لسه السكر عالي، وصل نزل حاجه بسيطه قوي يعني. فطبعا لما الصيدلي بقى واقف مش كل اللي عمله لها حاجه واحده، اسال لا اصلها السكر لا عادي. طيب ايه الادفايس؟ مش عارف يدي اي نوع من الادفايس لاسباب كتيره جدا. هو مش عارف ازاي هي خدت الانسولين والسكر ما قلش. هل يا ترى جرعه الانسولين اللي خدتها الست دي كافيه ومناسبه لوزنها؟ وهل هي دي الدوز اللي المفروض هي تاخدها؟ نوع الانسولين اللي هي خدته ايه؟ في كذا نوع من الانسولين. في نوع بيدي زي النوع اللي موجود عندي في الكيس دي رابيد اكت، يعني بيدي وقت حالي حاليا دلوقتي على حسب الوجبه اللي هي كلتها، وفي وقت انترميديت او لونج اكت بيقعد 12 ل 24 ساعه، بيجي النتيجه بعديها بثلاث اربع ساعات، وبيقعد لمده 12 ساعه او 24 ساعه في انواع اخرى. ففي انواع مختلفه من الانسولين، وبالتالي الصيدلي ده برضو ما عرفش يسالها، او هو عرف ان هو هي خدت ميكس، واضح ان الميكس ده ميكس بين حاجتين اللي هو الميكس ستارت، لكن هل هو بقى محيط بالايه اللي المفروض تاخد الدور جرعه قد ايه؟ فطبعا اما بصيت على الحاله طبعا انا ما كنتش يعني كنت معدي، فسمعت بتاخد قد ايه، طلعت بره الصيدليه بتسالني، فلقيت ان الجرعه بتاعت طبعا ممكن يبقى في مشاكل تانيه، يعني في مشاكل زي ايه؟ زي الانسولين بره سايباه فتره كبيره بره مع الحر، الانسولين ضرب مثلا. خلاص يعني هي ممكن خدت جرعه مظبوط، لكن من ضمن الحاجات اللي انا فوجئت بيها ان الدكتور كاتب لها جرعه مش مناسبه لوزنها خالص، يعني تقريبا هي محتاجه 60 وهي بتاخد 30، تقريبا نص الجرعه. فطبعا طبيعي جدا ان سكرها هيفضل عالي حتى بعد ما تاخد الانسولين. فهنا وسيله او الاستراتيجي اللي انا هتبعها في اعطاء المريض السكر الانسولين. طيب كل كيلو جرام بدوي، يعني اليوم كله يبقى هنا بالنسبة للحالة دي هياخد كام في اليوم؟ يبقى أنا محتاج 40 وحدة دفاعية خلال اليوم كله. السؤال
شويه ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل. ومفروض ان احنا نقسم الانسولين 50 اولانيه وبيحافظ على مستوى غير مرتفع من الكرة أي محتاج كمية إضافية من الوحدة اللي في اليوم 20% 20 هاخدهم دول ما لهمش دعوه بالدايت، وال 20 التانيين قبل وقت هنشوف الرقم ثلاثه. دكتور سامعين في خروشه كده بس ما فيش صوت حضرتك. الصوت بعيد جدا، الصوت بعيد جدا، الصوت بعيد جدا. طيب خلاص انا عندي حل صغير كده، ان انا يعني انا مش عارف ايه السبب. احاول كده احل المشكله تاني. دكتوره اسماء تمام، برضو نفس المشكلة، الصوت بعيد. طبعا المشكلة دي رخمة، ان انا مش عارف ان انا اظبط الصوت. اعتقد سبب تقطيع الصوت هو ضعف الوايرلس عندي، او ضعف النت عندي. في مشكلة، النت بطيء عندي المكان اللي انا فيه، هو البيت يعني. فالحل ان هو المحاضرة هتتسجل دلوقتي، متسجلة، فصوتها هيبقى كويس في التسجيل. أتمنى إن يعني ده يعوض المشكلة اللي أنتم ما سمعتونيش كويس في المحاضرة. يعني الخروشة، أنا يعني كنت صراحة بتحرك وأنا بشرح، فعشان كده الخروشة، كان في خروشة، لكن أنا قعدت دلوقتي، فأعتقد يا رب الصوت يبقى أحسن، يعني يا رب الصوت يبقى أحسن. معلش هكمل. بيقطع، شايف انا شايف السيجنال عندي ضعيفة مع اني جنب الراوتر يعني. بس انا مش عارف احسنها ازاي بصراحة، وخايف اطلع من الميتنج اقعد المكوا تاني في نص ساعة. طيب انا هحاول اتكلم تاني، ما يعني انا بصراحة ما عملتش حاجة جديدة يعني تحسن الوضع، بس اتمنى يكون اتحسن شوية. مش عارف اعمل ايه، لكن طب انا هقفل وافتح تاني، هقفل وافتح تاني، خلاص هقفل التسجيل وافتح تاني السيشن بتاعتي.
يمكن يكون وضعها احسن. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. مشاكل التكنيكال دي بتضايقني بصراحة. البروجرام ده كويس، احنا اشتغلنا عليه حلو يعني. طيب اللهم صل على الحبيب المصطفى، اللهم صل على النبي. هكمل، انا شايف برضه صوت لازال مش قد كده، عشان كده مش عارف اكمل بصراحة. اوديو، طيب الصوت اعتقد اتحسن سنة يعني سنة. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. طب لحظة كده اعمل مكالمة، يكون الناس اللي ايه اللي قاعدين معايا في المكالمة. يا رب يكون الدنيا احسن دلوقتي. طيب انا كنت بقول ان الراجل ده اللي هو قدامنا ده اللي هو عنده 80 كيلو هياخد 40 وحده. هو قايل لي التوتال ديلي ريكوايرمنت هو عباره عن 20 نص يونت بير كيلوجرام، فنص في 80 يبقى 40 وحده. قلنا 50% هياخدهم ده توتال، ده اللي هو لونج اكتنج انسولين، هنشوف انواع لونج اكتنج. وال 20% التانيين هنقسمه على الثلاثه دايت اللي هو مثلا بريكفاست ودينر ولانش. خلاص لو الثلاث وجبات قريبين من بعض يبقى غالبا هياخد 20 على الثلاثه، فيها ايه؟ فيها السبعه. وهو الاختيار ده يعتبر انسب لاختيار يعني في الكيس دي. بس في برضه موديفيكيشن ممكن تحصل، بمعنى لو واحد بياخد جرعه، يعني بياخد مثلا اكلته في الفطار خفيفه جدا، بياخد لقمه صغيره كده وياخد بعضه وينزل، يبقى هياخد سبعه برضو؟ لا، ده ياخد مثلا، ممكن ياخد اربعه مثلا. بس ده يعني في الكيس العاديه بنقسمهم متساويين على اساس ان الوجبات كلها ايه يعني متساويه او قريبه من بعضها. لكن لو واحد بيشد هو عارف ان هو بياخد لقمه او ما بيفطرش، خلاص يبقى مش هياخد السبعه. لكن بيتغدى تقيل هيحاول يزود السبعه بتوع الغدا، يخليهم ايه؟ يخليهم مثلا 10 او 11 على حسب، وهنشوف ازاي نظبطها يعني. لكن في لو هو وجباته الثلاثه قريبين من بعض بياخد 7 يونت في الثلاثه، حوالي 20 يونت او 21 يونت في اليوم تقريبا طبعا. وبعدين بيحصل بعد كده ان البيشنت بيعرف نفسه يعني، بيعرف وجبته دي بتستقبل ايه، بتظبط مع قد ايه يعني. خلاص طب تعالوا بقى نشوف آخر حاجة هقولها قبل ما نختم، هي أنواع الأنسولين. وبعد كده المرة الجاية هنبتدي إن شاء الله نشرح إزاي يعني أساليب يعني استخدام الأنسولين في المانجمنت أوف تايب 1 دايابيتس ميليتس. هنعمل مانجمنت، أوف تايب 1. ممكن شرح الكيس تاني؟ حاضر حاضر دكتورة أسماء حمام، ممكن شرح الكيس تاني؟ حاضر شرح الكيس تاني. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. بقول إن الراجل ده عنده تايب 1 دايابيتس ميليتس. خلاص أما نيجي نشوف المانجمنت هيبقى عامل إزاي في الراجل ده، هنقول والله هو كاتب لي في الكيس إن الجرعة المطلوبة الديلي التوتال ديلي اللي هي دي تي دي اي تي دي اي دي سوري بقى ايوه كده خلاص. التي دي اي دي التوتال ديلي انسولين ريكوايرمنت، يعني قد ايه في اليوم كله؟ نص وحده خلاص لكل كيلو جرام بير داي. طب نص وحده في 80 يبقى هياخد التوتال في الانسولين، احسبه له يعني. انا لما يجي لي مريض يقول لي اخد قد ايه انسولين يا دكتور في اليوم تايب 1، انا هديله لو سمحت حوالي من 0.5 الى 0.7. خلاص هبتدي معاه 0.5، ف0.5 او من 0.4 الى 0.7. خلاص فقلنا الكيس دي قالت لك ان هو هيبتدي ب 0.5 للكيس دي، حلو قوي. طب 0.5 في 80 كيلو يبقى هياخد 40 وحده في اليوم كله. خلاص قلت لكم ال 40 وحده دول هقسمهم ازاي، نصهم
هاخدهم نوع من الانسولين طويل المفعول، بيتاخدوا في اي وقت في اليوم، ملوش دعوه بالدايت، صبح او بالليل. ما فيش صوت خالص. طيب انا هضطر ان انا يعني اختم المحاضره دلوقتي عشان خاطر مفيش صوت خالص، دكتور عبد الحميد وزعلان مني. فانا هختم المحاضره عند الكيس دي، ماشي؟ والمره الجايه هبتدي معاكم، يعني هحدد لكم مره تانية طبعا لازم، عشان يعني زي اضافيه، عشان احنا ما خلصناش اللي احنا عايزين نخلصه. الصوت عم يعني، فانا هضطر اسفا. دي هتنزل لكم مسجله المحاضره دي، بس هتنزل لكم كويسه، يعني هتسمعوا كل حاجه انا شرحتها باذن الله. يعني التسجيل بقى احسن من الايه، من الشبكه يعني. فهينزل لكم تسجيل، هتسمعوا الحاجات اللي انتم ما سمعتوهاش او فاتت عليكم وما شرحتش كويس، ممكن تعيدوها مره واثنين وثلاثه في الفيديو، خلاص؟ والمره الجايه هبتدي معاكم من اول الثيرابيوتيك مانجمنت اوف تايب 1. والمره الجايه دي هحاول بصراحه انها تكون يوم الاربع او الخميس، عشان خاطر نقدر يعني نمشي مع الجروب. في جروب كده هيبقى يوم السبت هنمشي معاه ثايرويد، فهنكون خلصنا الدايابيتس يعني، او قربنا نخلصه، خلاص؟ فهعمل لكم معاد تاني ان شاء الله، يعني هتفق مع دكتور احمد حنفي ودكتور احمد ابو الهنا ان هو يكون اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، حبيت يعني تشوفوني برضو. فباذن الله تعالى يوم يعني هنسق مع دكتور احمد حنفي ان هو يعني يعمل لنا ميعاد اضافي. معلش احنا هنحاول برضو، احنا اتاخرنا في البدايه معاكم، بس ان شاء الله يعني نحاول نعوض ده ونخلص بسرعه، بحيث ان شاء الله لو حد فيكم عايز يسجل ويخش الامتحان ان شاء الله، يعني يحجز الامتحان البورد ويخش ويتوفق، يعني يكون عنده فتره كافيه للمراجعه وحل الكيسز والكلام ده. فبعتذر جدا عن سوء الانترنت النهارده، واتمنى ان التسجيل يعوض ده ويكفر ده يعني. وان شاء الله يعني هنعمل ميعاد وهننزل لكم اعلان بيه، ويكون يا رب مناسب ليكم كلكم ان انتوا تحضروا فيه، واللي مش هيتمكن من الحضور يقدر يسمع التسجيل باذن الله. اتمنى تكونوا استفدتوا، وبعتذر تاني عن التكنيكال بروبلم دي، واتمنى ان شاء الله المحاضره الجايه تكون اتغلبنا عليها والنت يكون احسن يعني. حد ليه سؤال او حد سامعني؟ طيب اللهم صل على وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتمنى تكونوا استفدتم، وان شاء الله اشوفكم على خير، ويا ريت المحاضره دي نقراها لغايه ما وصلنا لبدايه المانجمنت اوف تايب 1 دايابيتس ميليتس. المره الجايه ان شاء الله نبتدي، احنا اتفقنا ان الراجل ده بنديله انسولين بس، فعايزين نشوف بقى كل التفاصيل عن الانسولين، ازاي الدكتور ككونسلتنت بقى تقدر يعني تدي معلومات انفورميشن ونولج كافيه لاي مريض سكر ان شاء الله بياخد انسولين، وازاي ان انت تظبط الحضور. انا ما اعرفش حاجه عن الحضور طبعا، دكتور احمد حنفي هو المسؤول عن الحضور، فعشان كده اللهم صل على الحبيب المصطفى، هو هيديكوا الانفورميشن المطلوبه عن انتوا تحضروا قد ايه وما تحضروش قد ايه وكده، ونسبه الحضور والغياب وكده، دي هينسقها معاكم دكتور احمد حنفي باذن الله تعالى. حد ليه اسئله تانية غير الحضور؟ الحضور طبعا دكتور احمد حنفي بيخش بياخد الحضور، الناس اللي حضرت من خلال الشات، يعني بنشوف الناس اللي دخلت على المحاضره، هو حوالي 10 دخلوا، في ناس خرجت كده في النص. يعني نظام الحضور ايه؟ انا يعني ان شاء الله نعرف نظامه بالتحديد من دكتور احمد حنفي باذن الله. حد ليه اسئله تاني؟ طيب انا متشكر بيكم جدا، واراكم على خير باذن الله تعالى. يلا، السلام عليكم ورحمه الله.